طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا عليكم، مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، واليوم حيتكلم عن موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان، التعليم بتاعهم وما هو الواقع وما هو المأمول، وهنضرب نموذج حي بذوي الإعاقة البصرية. هيكون مستضيفين معانا الأستاذ وائل عمر عابدين، هيحكي عن تجربته الشخصية كشخص يعني عنده إعاقة بصرية، وكذلك هيكون معانا في الجلسة الأستاذ أبو العباس المهدي، هو مؤسس منظمة بصيص أمل، منظمة يعني كانت محلية في السودان وحاليا منظمة دولية موجودة عندها فرع في كندا. الموضوع بدأ من وين؟ هنجي ندي خلفية برضه. الموضوع يا شباب بدأ من بوست، البوست ده كان شيرناه بالباحثين السودانيين، إنه في صورة طالب سوداني كفيف يؤدي امتحان الشهادة السودانية، والصورة دي كانت بتشعل الحماس في أوساط رواد التواصل. ده كان الخبر شكله كده ده، والناس يعني انبسطوا جدا بالصورة وإرادة يعني بتاع الطالب. ففي التعليقات بتاعت الخبر كان في ناس بيتكلموا على انه يا اخي الطالب ده اللي بيمتحن ده، الزول اللي جنبه ده ممكن يكون ما عارف الرموز الرياضيه، قد يكون ما عارف اللغه الانجليزيه، قد يكون الى اخره. فده ساق الموضوع لانه والله يا اخي في صعوبات فعلا بيلاقوها ذوي الاعاقه البصريه في السودان، وتحديدا في التعليم بتاعه. ونحن واحده من اهداف الثوره الرئيسيه اللي هو حريه سلام وعداله، فالعداله يفترض انه في الاكسس لكل الحياه. فهنبدأ نحن الويبينار بتاعنا الجلسة دي مع الأستاذ وائل عمر عابدين. وائل عمر عابدين ده يا شباب عشان تكونوا عارفين، أنا من أكثر الناس الفخور بهم في السودان على الإطلاق. أقول على الإطلاق دي ليه؟ لأنه في أغسطس 2013 لما حصلت مبادرة نفير، ونفير أنتوا كلكم عارفينها وإمكانياتها ومساهمتها للناس المتضررين في الفيضانات، والناس كونت زي لجنة كده على أساس إنه تقوم يعني تقوم بإغاثة الناس ومساعدتهم. في زول كان متطوع إنه يكون المحامي المستشار القانوني بتاع مبادرة نفير. ده أول مرة أنا ألاقي فيها في مركز جسر العمارات في السودان، ألاقي الأستاذ وائل عمر عابدين 2013، الكلام ده في شهر أغسطس. من هو وائل؟ وائل درس الابتدائي في مدرسة بري الدرايس الابتدائية، ودرس المتوسطة، نحن جيل المتوسطة، في مدرسة بري الأميرية المتوسطة، وقرأ الثانوي في الخرطوم الثانوية القديمة. بعد ذلك اتخرج من جامعة الخرطوم في بكالوريوس القانون بمرتبة الشرف البكالوريوس، عمل ماجستير القانون كلية القانون جامعة الخرطوم، وعمل ماجستير قانون الأعمال الدولي بجامعة مانشستر، وكان من التشيفنينج سكولرز، وعمل دبلوم الشراكات الدولية من معهد القانون بإنجلترا وويلز. خبرته هو محامي بجمهورية السودان، محامي بإنجلترا وويلز، مؤسس ومدير مكتب السودان للقانون التجاري، محاضر سابق للقانون بجامعة جوبا. مجالات خبرته في الشراكة بين القطاع العام والخاص وتمويل مشاريع البنية التحتية، عمل عضوا في اللجنة الاستشارية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس الثقافي البريطاني في لندن، تلقى تدريبا في عدد من كبريات شركات المحاماة في المملكة المتحدة، هو عضو سابق في محكمة لندن للتحكيم الدولية، رئيس رابطة طلاب وخريجي بري الدرايس بالجامعات والمعاهد العليا، الناطق الرسمي السابق باسم حكومة الظل السودانية، ودي كنت أنا جزء منها في التأسيس، ومنسق اللجنة التحضيرية لها، ووزير الاستثمار السابق في حكومة الظل السودانية، من مؤسسي حزب بناء السودان، ووزير العدل بحكومة ظل الحزب. في اللحظة اللي بيتكلم فيها دي يا أخواننا، as we speak now، ما في سوداني تاني عنده رخصة بتاعت ممارسة المحاماة وعنده مكتب بتاعه غير الأستاذ وائل عمر عابدين، وهو من ذوي الإعاقة البصرية. فدهني نعرف القصة الستوري خلف الموضوع ده كله. وائل يا اخي مرحب بك، والله سعيد بك وفخور بك. الله يبارك فيك يا دكتور انور، كتر خيرك وشكرا لك جزيلا، شكرا على التقديم اكثر من حقي ده شويه.
لكن برضو افتكر في محامين ممكن يكونوا سودانيين عندهم license to practice law، في رخصة ممارسة القانون حسي في إنجلترا وويلز. ممكن في ناس تمام انا ما عندي يعني في ناس تولدوا في البلد دي. ايوه نعم، لا انا بتكلم سوداني قرب يبري الدرايسة ويتخرج على خرطوم ووصل في السلم لحد ما عنده مكتب بتاع محاماة، ممارس حاليا في بريطانيا. دي ما اظن الستوري دي موجوده عند زول ثاني، لكن حتى لو في فليهم التقدير والمحبه. بس انت نموذج، يعني نموذج وملهم لكل الشباب اللي ممكن يكون بيقروا هسه في كليات القانون في السودان، ولا الناس اللي دايرين يقروا قانون ولا كده. فدي حاجه ملهمه جدا جدا. وما اظن جدا الرحله بتاعتك كانت مليئه بالورود ومفروشه والامور مسويه، فشنو القصه كده نسمع؟ قصة طويلة، يبدأ من وين؟ أبدأ لنا كده من يوم الميلاد. طيب شكرا لك، وسعيد جدا وبشرف إنه أكون مع في جروب الباحثين السودانيين، بعتبرها من قصص النجاح ذاتها في السودان، اللي هو قصص نجاحنا ما قاعد تكون كثيرة. ويعني عمل جماعي زي ده يصل لإنه يكون في أكثر من 600,000، دي حاجة ممتازة شديد. وسعيد بأنه أكون معاك يا دكتور أنور شخصياً، ويعني متابع كل الأنشطة بتاعتك اللي بتعملها. وفعلاً اتلاقينا في نفير 2013، وكانت يعني لغية جميلة، تلاقينا بكثير من الناس في الزمن ده، وكان أيام ما سهلة. ولأول مرة الزول كان بيشوف إن حوجة المتطوعين للعطاء بتفوق حوجة المحتاجين للتبرع. فكانت أيام ما سهلة. سعيد وبتشرف جدا بأنه أكون مع السيد أبو العباس المهدي. وإذا أنا كنت يعني اتجبرت إنه أمر سرور التجربة بتاعت دي، فأبو العباس ما مجبور عليها. أبو العباس وزملانه زميلاته تطوعا منهم، هم اشتغلوا في مجال مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في التعليم، فدي يعني even higher، يعني في يعني أعلى مفتكر، وحييهم شديد يعني وفعلهم القبعة. طيب عشان نمشي للموضوع طوالي، أنا من بر الدرايسة اتولدت، لقيت روحي في حتة اسمها بر الدرايسة لوالدين متعلمين يعني جامعيين الاثنين. ومتين ما عارف، انا اكتشفت ان انا عندي مشكله انه في حاجه الناس بيشوفوا وانا ما بشوف، يعني ذات عشان افهم الموضوع ده. هو ما كان يعني كنت بشوف انا ضوء وبعض الاشكال، لكن بتكون ما ممتازه يعني كان النظر ضعيف الى حد رهيب عشان نقول كده. يعني انا شفت الضوء وبعرف الالوان وكده، بعرف إنه الهلال بيلبس بلو مثلاً، بعرف البلو ده شنو مثلاً، والمريخ بيلبس الألوان الما جميلة دي. طيب مشينا لما دخلت المدرسة، طوال إنه نوط على للمدرسة مباشرة. المدرسة أول حاجة لك يعني ما شفت أنا قبل كده سبورة دي مكتوب فيها شو. مشيت المدرسة العادية، ما مدرسة بتاعت مكفوفين. وبعدين الناس لما استرجع واتخيل زي والدي ووالدتي ديل، بالرغم انهم كانوا متعلمين، يعني والدي ده عنده ماجستير في الهندسة من جامعة لندن، والدتي مصرفية يعني بانكر، لكن ممكن اتصور انهم في الوقت ذاك في السودان ما في اي جهة ممكن تديهم معلومة ذاته انه يتعاملوا مع الحاجة دي كيف، خصوصا انه انا واخواني الاثنين اللي اصغر مني مباشره عندهم نفس المشكله اللي هي بسموها ريتينازا بيجمنتوزا، يعني مشكله في الشبكيه، الضوء ما بيصل بكميه كافيه عشان يشغل الشبكيه. طيب فهم ما عندهم اي معلومه ولا في جهه عندها علاقه بموضوع المكفوفين ديل في الدوائر بتاعتهم. فنحن دخلنا، أنا دخلت المدرسة العادية، مدرسة بر الدرايسة الإبتدائية بنين، زيي وزي كل الطلاب العاديين المبصرين. تشيل الشنطة فيها الكتب والبتاع، دخلوني مستمع في سنة أولى.
شفت ايه الاستاذ بيكتب للناس دي هناك وهم المفروض يكتبوا هنا وانا ما قاعد اكتب هناك. كنت لما اشيل الكتاب وبمشي اقعد في الشباك لانه الضوء بيكون كتير يعني الى حد ما ممكن اشوف لي حاجات في الكتاب واكتب زي الكتاب، لكن السبوره دي لانها بتكون في حته في ما فيها ضوء كفايه. المهم جاي جيت ال 23 بتذكر في سنة أولى، كان امتحان فترة واحدة ما كانت اثنين. المدرسة ذاتها عشان الناس اللي بيعرفوا بره، المدرسة دي عشان تصلها لازم تمشي وتقطع الشارع بتاع الزلط بتاع بره النص اسمه شارع النص. فأنا يعني للمستمعين تخيلوا إنه طفل ما بيشوف ويمشي من هناك لحد المدرسة، والمدرسة يعني مرات في الخريف، خريف ده حاجة عجيبة جدا بالنسبة للشخص ما بيشوف، الناس بيجوا يخطوا حجارة هنا وهنا وهنا مش عشان ينططوا فيها، فأنت بتعتبرهم يعني بالنسبة لنا زي القرود. الحكاية دي ما نجيب والله، أنك أنت ما بتقدر تعرف إنه الحجر ده ذاته محله وين، وبيكون في كلاب في الشارع أنت ذاتك ما بتقدر تعرف انه الكلب ده بالضبط قاعد وين عشان انت تتجهز تتصرف مع الكلب ده. وفي مويه بتاعت بلاعه في الواطه، وفي حصين، وفي قطعه شارع زلط اللي هي دي لحد يوم الليل انا بتذكر الضغط العصبي عشان انت تحلل حجم المعلومات اللي بتمكنك من انك تقطع الزلط ده. يعني انت عندك معلومات غير مكتمله عن الحركة بتاعت المرور بتجمعها من الصوت من بعض الشوف الخفيف ومن حاجات كتيرة جدا وضلل بتاع حاجة. المهم انت بيكون عندك كمية من المعطيات لازم تطلع بسرعة تحلل المعلومات دي مع بعض وتطلع بالديسيجن بقرار ممكن يكون فيه حياتك ولا موتك بتاعت انك تقطع الشارع ده هسي ولا لا. طبعا في الايام الكثيره بتكون انت ماشي براك ما معك زوجة، فدي بتخليك انت تاخذ قرارات صعبه جدا بناء على تحليل لمعلومات في زمن ضيق. طيب الاساتذه انا بحييهم كلهم، كل الناس اللي درسوني من اول يوم ليوم الليله بحييهم تحيه كبيره شديد بصراحه، يعني كانوا ناس محترمين بالرغم من ان هم ما يتلقوا اي تدريب خاص على التعامل مع الاطفال اللي عندهم اعاقه من أي نوع. فهي بس المهم شختك بختك كده على السجية بتاعتهم كيف متفق، المهم الحكاية تمشي أو ما تمشي. مشينا بعد ذاك سنة تانية وبقيت أجيب نمر كويسة سنة تانية، جيت الأول بتذكر مشترك، مشينا تالتة بنمشي رابعة، بقيت في كمان قصص تانية إنه في رسومات وخرائط. ومن الحاجات المذهلة اللي بتذكرها لحد هسه بقعد اضحك فيها في حاجة اسمها الإملة المنظورة. يعني تتخيل تجيب طالب كفيف تكتب لك حاجة في السبورة والناس مفروض ينقلوها، اسمها الإملة المنظورة لشخص فاقد للنظر، انت لازم تعملها كمان مرات يجيبوها لك في درس العصر. انا اتذكر كنت بقعد زمن طويل جدا استنى واحد يكتب وينتهي وصحح يكون صاحبي، اقول له يا اخي اسمع تعال مليني البتاعة دي، اقعد لحد قريب المغرب عشان امشي انا اسلم الليل المنظورة. طبعا الحاجة اللي بكتبها ذاته ما بقدر اقراها تمام. فبعدين واحدة من الحاجات يعني انت بتكون قاعد برضو، وانا ما بعرف بريل بالمناسبة، الطريقة بتاعت برايل بتاعت المطوفين دي اليوم والليلة انا ما بعرفها لأنه ما تعلمتها في أي مكان، والزمن ذاك طبعا ما في تكنولوجي ما في كمبيوترات وكلام زي ده بالمعنى، يعني ما في حاجة زي دي كانت بعيدة عن أذهاننا بطريقة يعني ما غير موجودة ذات أصلا في تفكيرنا. فالرياضيات بتذكر الأستاذ بيكون بيشرح بيكتب للناس يقول لهم المسألة دي كده، بعد شوية يقول لهم نقوم نختصر دي مع دي ودي مع دي. أنا طبعاً لازم أعرف من مخي ده كده
يا اعرف دي مع دي ودي مع دي، بس لازم اعرفها براي، ما في زول بيوريني ليها. فدي خلت انك انت تحاول تحل الموضوع بالطريقه ما بتاعت المدرسه، تفكر تشوف لك حل براك، يعني تحل المواضيع دي بالطريقه تفهمها براك، تحل المسائل بتاعت الرياضيات. فمشينا لما جينا لسنه سادسه، انا ما امشي لك بسرعه حسين عشان بعدين نجي راجعين تاني باك، لانه المدارس دي كان فيها كلام عجيب. مرات طبعا برضو في كومبليكيشنز نفسيه ذاته، مرات بيقوموا، طبعا زمان كان في جلد بالصوت، جلد عظيم يعني، فبقوم مرات يعفوك من الجلد في موضوع ما مبرر، سايب بس عشان انت عميان يعني. فقوموا الأولاد يوالي ودعفوا وتحت، بقول لك كمان حاجة ضغط رهيب جدا جدا، ومرات يجلدوك في حاجة أصلا برضو غير مبررة، يعني زي بس أقلم للمنظورة دي حاجة بالشكل ده، يعني حاجة ما ممكن ما بتتعمل مستحيلة برضو تجلد فيه. ففي كل الحالتين لو جلدوك مشكلة ولو ما جلدوك مشكلة. فدي كانت من المصايب اللي بتعمل للزول ضغط رهيب جدا جدا في المدارس العادية. بالمقابل برضو انك تمشي لمدرسة عادية كان الحاجة دي وتتجبر تتعامل وتتواصل مع الأغلبية العظمى من الناس في وضع طبيعي ما وضع كنترولد، دي برضو بتكسبك مهارات ما سهلة كبيرة جدا، لأنه دي الحياة أصلا بعدين حتكون كده يعني، كده ما حتكون أنت في بيئة خاصة وبيئة نموذجية. لما مشينا شوية بقينا عندنا امتحان، زمان كان السلم الدراسي 6 سنين، 3 سنين، 3 سنين. المرحلة الأولى الابتدائية دي لما تيجي في سنة السادسة بتمتحن امتحان الشهادة الابتدائية، ففوجئت ذات تايم قالوا انه الامتحان اسمه امتحان الحاله الخاصه، حالات الخاصه. طيب ده كيف الحالات الخاصه؟ ده اول مره اعرف المصطلح اللي اسمه الحاله الخاصه. قالوا مفروض يجيبوا لي واحد في سنه خامسه من السنه الاصغر منك عشان يمتحن لك الامتحان ده. كيف الكلام ده؟ اي ليه؟ طيب قالوا عشان هو ما يكون عارف، ما يكون عنده القدرة إنه يساعدك في الامتحان، يوريك معلومات حتى وإن رغب، وإنت بتمتحن في مكتب ويكون فيه أستاذ مراقب. طبعا حكاية عجيبة، دي عجيبة جدا جدا. طيب الطالب الأصغر منك ده في كمية من الرموز بتاعت الرياضيات هو ما عارفها أصلا، ما درسوها له وما عارف هي شنو ذاتها، والأستاذ ممنوع يتدخل نهائيا إنه يقروا لك الحاجة دي شنو. دي واحدة من المشاكل. المشكلة الثانية بس الناس أنا دايرهم يتخيلوا معاي إنه زول ما بيشوف، يجيبوا لي امتحان بتاع خرائط في ورقة عادية والزول اللي صغر منك ده يقرأ لك. سؤال رقم 2، ما هو اسم الجبل رقم 3؟ بس كده يلا جاوب انت هسه يا تورنور، ما هو اسم الجبل رقم 3؟ بعد شوية ما هو اسم المحصول الذي يزرع في المنطقة رقم 5؟ بعد شوية ما هي اسم المدينة رقم 7؟ ده الامتحان انتهى. تاريخ يجيبوا لك خريطة بتاعت التاريخ، ما هي اسم المعركة اللي قامت في المنطقة رقم 6؟ يعني انت خرائط جغرافيا تاريخ بالصلاة على النبي هتكون برا منها. يجيبوا لك رسوم العلوم، الرسوم بتاعت الجسم ولا بتاعت الزهرة ولا بتاعت ما بعرف ايه، السهم 10 3 شنو، ما هو اسم الحاجة رقم 3 و2، والهندسات الزاوية دي كم، والزاوية المنفرجة وما بعرف الزاوية سيمون شنو الزوايا، يعني كلام بس كده. ده الامتحان وتجي فيه صفر لو جاوبت غلط، انتهينا. المهم الزول نجح، مشينا المتوسطة، كانت فترة جميلة أو بطالة، بس يعني فاجأتنا كان السيول والأمطار بتاع سنة 88، وقعت الفصل بتاعنا ذاته في بر الأميرية،
وبيقدر يرسمونه انجليزي. انجليزي في جلد شديد جدا في السبيلنج اللي بيكتبوه في السبورة اللي هو ما بيشاف لك، جلد عظيم جدا جدا، مرات كده يقوموا خلوك ساي ما يجلدوا، برضو الناس بيزعلوا. جينا برضو في المتوسطة، هو برضو بيجيبوا لك زول من سنة تانية عشان يمتحن لك وانت في سنة تالتة، نفس الكلام نفس المشاكل. الانجليزي برضو definitely كمية من الكلمات ما بعرف انطقها. انا بشكر الناس اللي امتحنوا لي كلهم لانه هم حملوا فوق طاقتهم بصراحه، ودي حدود القدره بتاعتهم لانه الحكايه صعبه. طيب نجحت بالله وجلاله، جبت 180 من 250، كنت حزين جدا جدا يعني. انا مشيت الخرطوم القديمه. ف دي المدارس القبال الثانوي، مشيت الثانوي. ثانوي لقيت الحاجه ظريفه شويه كده، وفي سنة تانية عرفت إنه أنا في سنة تالتة ممكن أخلي الجغرافيا دي ذاتها كله ماشي، ده بتاعتي أمشي أدبي وماشي الجغرافيا ذاته. برضو بتذكر حاجة من الحاجات اللطيفة، امتحنوني امتحان فنون طبعا رسم، جابوا ودوني صفر صفر من مية، صفر مظبوط يعني. وكان في كم امتحان كده انا قلت لهم انا صايت وماشي ادبي ما حامتحنهم ذات فيزياء وكيمياء واحياء. فالمهم مشيت ثالثه، وكان كان ما في الجيوغرافي دي، ما في جغرافيا، في شلت بدل عربي اضافي ودراسات اسلاميه في تاريخ اصلا كله كان مقالات وكده ما في مشكله. كان في الرياضيات افتكر حاجه اسمها الداله المثلثيه ولا حاجه بالشكل ده، ما مذكر الاسم فعليا هل الداله المثلثيه. المهم هذه الداله المثلثيه افتكر كان فيها رسومات بيانيه كثيره جدا، وهي ما كانت بتجي سؤال اجباري، كانت بتجي السؤال دائما بيكون سؤال اختياري. ف السنه ديك طبعا من دون السنين جابوها إجباري، طبعا حظ ظريف. فقمت قلت له نادو مدير الكنترول، كان مدير المدرسة، قام جاء قلت له يا أخ يا أستاذ حاصل كيت وكيت وكيت وكيت، أنا عندي حل، أنا أمشي أجاوب سؤال من الأسئلة الاختيارية بدل السؤال الإجباري ده، لأنه في كم سؤال إجباري وكم سؤال اختياري. قلت له أنا أعوض الأسئلة السؤال بتاع الإجباري ده لأنه الموضوع ده ما ممكن يتحله، وإنت أعمل نوت هنا في البتاع ده إنه في حالة خاصة هنا الموضوع ده ما ممكن. قام قال لي أنا ما مسموح لي أعمل كده، ولا اللوائح بتاعة الامتحانات وكده. أنا زعلت غضبت غضبة شديدة، قلت له خلاص اطلع برا، اطلع من المكتب. فالمهم انتهت الحكاية وجبت نسبة كويسة افتكر في الشهادة السودانية ودخلت الجامعة. ودي كمان الجامعة ديك طبعا قصة تانية وموضوع تاني شديد. طيب انا لما اقول الكلام ده بقوله وانا زول في العاصمة القومية، وفي العاصمة القومية ذاتها في بري اللي هي فيها محطة بتاعت كهرباء من سنة 1907، والدين الاثنين يعني من كانوا طبقة وسطى كويسة، كمان طبقة وسطى يعني موظفين كويسين فاهمين خريجين جامعيين. طيب وبعد ده الحاجات البسيطة يعني، أنا مثلا بضرب مثلا أنا بمشي من بيتنا في بوري لحد الخرطوم الثانوية دي مرات برجليني، دي حاجة عجيبة جدا يعني. شارع الزلط ده من جنب المعرض الخرطوم الدولي، تمشي الخرطومة القديمة دي كانت جنب البركس بتاع جامعة الخرطوم اللسي ده، حتلات الاعتصام بتاع القيادة دي. انت عشان تمشي نقومنا ملح، لو ملقينا ملح بنكون ماشي لحد هناك، ولما تجي تقطع الكوبري بتاع بري ده دي حاجة عجيبة جدا لانه العربات بتجي بسرعة الصاروخ، وانت اصلا بتعتمد على السمع في التوازن بتاعك وفي الانفورميشن جازرينج يعني في جمع المعلومات عن اتجاهاتك ذاتها، وتكون في جزيرة في النص بين الطريقين بتاع الكوبري بري ده، والعربات ماشية بالسرعات العجيبة دي، تجي طيارة نازلة من فوق نازلة في المطار، يعني حاجة عظيمة.
مرات تركب في الشاحنات الكبار ونمشي ينزلنا واحد كان بتاع شاحنة، ربنا يديه العافية لو حي. كل كم يوم بنلقاه بيصادفنا بيقف لنا، نطلع فوق في الشاحنة، شاحنة كبيرة يعني، نزلنا جنب المدرسة. فكانت يعني المهم حكاية عجيبة. طيب لما أنا أتخيل إنه أنا عندي كل الميزات دي والحكاية دي كانت بالصعوبة دي، يا ترى الناس اللي برا الخرطوم ديل واللبهاتهم ما قاريين وما عندهم شوية كونكشنز ويعني علاقات وكده في البلد ديل، مصيرهم بيكون شنو ذاته أساسا يعني. ف يعني واضح إنه التعليم غير إنه قالوا امتحان حالة خاصة ويجيبوا لك زول يكتب لك وواحد أصغر منك بسنة ما في حاجة. في نقطة تانية برضو ذكرتها في الامتحانات، إنه ما بيدوك زمن إضافي، امتحنوك زيك وزي باقي الناس، اللي هي دي حاجة عجيبة، ما في الدنيا كلها ما فيش كلام زي ده. لما امتحنت بعد ذاك عند الخواجات انت بقى تطلب لحد دبل الزمن، بالمناسبة في بعض الامتحانات دبل الزمن الأصلي بتاع الامتحان، لأنه أنت بتجيب زول والزول بيقرأ لك وأنت بعد ذاك تملي والإجابة ولا توجهه أنه يقرأ لك بالضبط وين تاني، عشان هو يعني الزمن اللي تستغرقه في التفاهم بينك وبين الشخص ده ده زمن إضافي. وبعدين يعني أنت عشان تتأكد أنه هو كتب شنو بالضبط ده برضو زمن إضافي. يعني دي في الدنيا كلها أنا بطالب من هنا أول حاجة كده، خلينا من المطالبات يعني الموضوع ده موضوع مهم، ما مفروض نحن نمشي فيه بالساهل يعني، دي حقوق بتاعت إنسان نحن لازم نكون صارمين فيها صرامة شديدة. ما في شخص كفيف بيمتحن بنفس الزمن بتاع الشخص العادي وهو عنده زول ممتحن له. نمرة اثنين، ما في طالب كفيف مفروض يمتحن له طالب أصغر منه. أنت جيب أستاذ خليه يمتحن له، وجيب ريكوردر، جيب أب ولا موبايل أب خليه يسجل صورة وصوت، يسجل الامتحان ده عشان بعدين يشوفوا الإجابات اللي اتكتبت دي هل هي نفسها اللي الطالب ده ملاها للأستاذ اللي بيكتب ده ولا لا. أو ما يجيبوا أستاذ، جيبوا شخص كبير بس بالعمر يعني قادر يفهم، الشخص بيفهم الرموز، بيفهم يعني ما عنده مشكلة بتاعت سبيلينج ولا بتاعت فوكابولري ميجر ده تخليه عنده مشكلة، لأنه واضح إنه دي ده موضوع صعب. النقطة الثانية، الامتحانات بتاعت الخرائط دي لازم يشوفوا لها أوبشن. ما فير إطلاقا إنه شخص ما شايف يمتحن في حاجة فيجوال، يا إما أنت تعملها له بطريقة أكسسبل بالنسبة له، يا إما تستعيد عنها بطرق بتاعت امتحان تاني. النقطة المهمة إنه ما كل المعاقين بصريا هم بتنفع معانا الطريقة بتاعت الإملة والكتابة والكده، لأنه في واحدين أصلا يتعلموا مثلا في معهد النور يتعلموا بطريقة بريل، ده برضو أنت لو جيت قريت له السؤال برضو صوتيا وهو يجاوبك صوتيا ما بيقدر، أنت ليه ما تجيب له الامتحان ذاته ببريل، جيب له الامتحان ببريل عشان هو يجاوب ببريل. ولما نمشي لقدام ممكن نتكلم عن السوليوشن التكنولوجية نفسها، أنت ممكن تجيب لهم الحاجة دي مكتوبة في وورد دوكيمنت في مايكروسوفت وورد عادي، وفي برنامج يدخل في أي كمبيوتر هو برنامج مجاني اسمه NVDA، N for November، V for Vector، D for Delta، A for Alpha، NVDA، في عربي وإنجليزي البرنامج ده وبينزل مجانا. ده مفروض يتسطب وينزل، وأي شخص كفيف في السودان ده يكون عنده كمبيوتر ينزل له في الـ NVDA ده. المهم بوسويفر طريقة، سواء كان عبر الحكومة عبر المنظمات عبر القروش بتاعت لها عبر المهم دي حاجة فارقة جدا، لكن على الوزارة برضو إنه توفر المواد الدراسية دي أصلا في accessible format، في تديها للناس وورد يعني، أو تديها لهم HTML، أو تديها لهم accessible PDF format. دي نقطة مهمة، لأنه مرات الوزارة ذاته تتعامل مع الموضوع ده زي هي عندها زي الحاجة السرية كده. طيب أنا للأمانة
أنا ما أعرف هي الوزارة بتستند في إنها هي بتمنع الطلاب من إنه هم أو بتجيب الحكاية بتاعت إنه طالب أصغر منك يمتحن لك دي، أنا ما فاهم هي جات من وين. أنا فتشت اللوائح بتاع لائحة امتحانات الشهادة السودانية بتاعت السنة، ما لقيت حاجة زي دي، ما في حاجة. الحاجة دي جابوها من وين؟ المفروض يورونا يا تلاحة بتقر ممارسة متخلفة زي دي وما منطقية وما عقلانية، ويعني بتستبطن تجريم الناس بطريقة ما مظبوطة. انت جيب زي ما قلنا ريكوردر، سجل الحكاية دي عشان انت تضمن انه العملية عادلة، يعني ما في تمييز لمصلحة الشخص الكفيف ده وما في تمييز ضده، الاثنين لمصلحته ولا ضده، وتضمن الانتجريتي والنزاهة بتاعت العملية بتاعت الامتحان. ده اللي أنا بصوره، ده إذا نحن بدينا كده بموضوع الامتحان يا دكتور نور. نعم طيب. بعد ذاك مشيت جامعة الخرطوم، جامعة الخرطوم برضو عندي فيها قصة كده عجيبة كانت. قبال جامعة الخرطوم أنا زمان من الحاجات اللي كانت يعني الأسئلة الكبرى في حياتي، إنه الناس بيسألوني طبعا مستغربين الزول اللي ما بشوف ده حيشتغل شنو بعدين، يقول لي يا أخي أنت بعدين ما حتقدر تشتغل بناي، ما حتشتغل طلبة ولا نجار ولا أستاذ ولا دكتور كده. فالموضوع ده بقى سؤال عجيب جدا جدا، جماعة بيقوموا يقول لي تبقى أديب زي طه حسين. أنا ما أفتكر ذاتي أنا عندي يعني موهبة أدبية، بعدين طه حسين ده كده زهجت منه لأنه يزول بالصور إنه أنا لازم أبقى زيه، فشنو زول ده كده سائل لله في لله، بقيت يعني بتجاهله كده وبتحاشاه. ده غلط برضه مني أفتكر، لأنه كل الناس بيفترضوا إنه ده الموديل أو الـ يعني السيلينج بتاعي أو ده النموذج اللي أنا مفروض أنا أمشي عليه. فهذا الطه حسين كتاب الأيام بتاعه ده بتقرأه زمان. طيب بقيت أنا حقرأ شنو يعني حقرأ فلسفة، وبعدين قصة تشتغل شنو ده أنا مجنن يعني. قلت أنا أصلا ما ممكن أقرأ لي حاجة ما عندها مهنة عديل واضحة معاه كده. فكان الوالد بيقول لي يا أخي أنت تخش العلوم الإدارية، شفت العلوم الإدارية دي ما منطقية كله. بعدين الاقتصاد ده برضو ما كنت شايف ليه حاجة محددة كده، وبعدين ما بحب الأرقام، كرهتني اللوغاريزمات والبتاع دي، بقيت يعني متحسس منها. فبقيت مركز مع القانون ده من بدري. فالقانون بعدين أنت لما تكون يعني عندك إعاقة، أنت بتشوف إنه النظام في البلد كله، السيستم كله مصمم على الأغلبية، أغلبية الناس، ما مصمم على الأقليات. فالحاجة دي لاحقا خلتني أكون حساس جدا تجاه الأقليات أيا كانت، أقليات دينية أو عرقية أو النوع نفسه إذا هم مهمشين المرأة. بتكون حساس جدا تجاه الموضوع ده، لانه في وقت انت تكون وصلت لمرحله بتاعت اسئله صعبه، انه يا جماعه المجتمع ده هو قاعد يهمشنا كده، الناس دي هم قاصدين ولا ما عارفين؟ ما هم كان قاصدين احنا نحددها معاهم، يعني المجتمع ده نحددها معاه رسمي يعني. واذا ما فاهمين او ما عارفين يعني ما في حل غير تعرفهم. التحليل بالنسبه لي كان انه الناس دي ما عارفه، نازل ما مش قاصدين، نازل ما عارفين بس. فما عارفين دي معناها مفروض يعرفوا معناها موضوعنا ده ما بيتحل هنا، موضوعنا ده بيتحل تحت شديد. فدخل للزول لاحقا هو ينخرط في السياسة عشان يحل الموضوع اللي بيعمل السياسات وبيعمل النظام نفسه، اللي بيكون النظام اللي ما بيكون بيشمل الناس، ما انكلوسيف، سواء كان الناس ديل ما بيشملهم أقلية عرقية أو أقلية دينية زي ما حصل في الجنوب، أو أقلية زي المعاقين أو زي الإعاقة. فبدأت القصة من هناك،
وانا ما اشتغلت اطلاقا تقريبا، يعني ما اشتغلت في مواضيع ذوي الاعاقه دي خالص. قلت الموضوع ده نمشي للموضوع الاكبر منه او جذر المشكله بالضبط. طيب لما دخلت قدمت شكوى للقانون، عندي قصه مشهوره كده كتبتها زمان اسمها من منكم راى الله. المهم دي كانت حكايه عجيبه، يعني زمان كنت بحب الراديو جدا جدا، وبحب عموما بحب اسمع الاخبار، يمكن لانه ما في اختيارات كثيره، فكنت متابع شديد انا واخواني يعني في البيت. فبتذكر ونحن في الثانوي كان في مواضيع بتاعت النزاع بين السودان ومصر في حلايب بيجيبوها مرات يتكلموا عنها، وكان بيجي زول بيقولوا عليه، خلينا من اسمه حسن، دكتور فلان أستاذ القانون الدولي العام بجامعة كلية القانون جامعة الخرطوم. قلت بس ده زولي ذاته بعدين أنا ينفع معي. فلما مشيت كلية القانون جامعة الخرطوم بعد نجحت قدمت واسمي ظهر في الكشف بتاع الجامعة إنه من المقبولين، كنت الرقم 5 في القائمة بحسب النسبة. جيت مبسوط وكده. فالمهم أول يوم والدي مشى معايا المدى الكلية، ولقينا في البورد إنه أنا مفروض أعمل معاينة مع دكتور فلان الفلاني، يعني كل الدفعة مكتوبة أي واحد بيعمل المعاينة دي معاه. فمشيت للدكتور فلان الفلاني ده ودقيت الباب، قلت لأبوي توكل على الله أنا بتصرف. فدخلت قام لقيت سكرتيرة محترمة جدا، عرفتها بنفسي وقلت لها انا عندي انترفيو مع الدكتور. قلت لي بس هو عنده زميلك بيعمل معاه معاينة انتظر. فعلا انتظرتها وقعدت، قعدتني في الكرسي. بعد شوية واضح انه الطالب الثاني طلع، والدكتور ده واقف في المكتب، باب المكتب بتاعه بين السكرتاري ومكتبه، وسألني قال لي أول سؤال، أنت مش اللي أبوك جمعك تحت قبل؟ قلت له أي. قال لي طيب ما كان يجي يعمل الامتحان ده بدلك، المعاينة دي بدلك. قلت النازل بيسألوا أسئلة صعبة، دارين يشوفوا السبات الانفعالي زي ما يقول الرشيد بدع عبيد، للناس اللي حيبقوا قضاء ومحامين وكده يشوفون بيستحملوا الضغط يقدروا شنو. قلت له أنت شايف كده أحسن يا دكتور؟ فقام ينفعل قال لي أيوه، ونحن ما عندنا أي استعداد نقبل طالب كفيف في الكلية دي. يعني كوراك بغضب رهيب جدا جدا. أنا قلت الموضوع ده موضوع ما بتاع امتحان، ده موضوع صعب شوية. قمت قلت ليه ليه أنت بتفتكر إنك أنت بتدرس شنو هنا؟ قال لي لا لا لا، إحنا ما عندنا استعداد نشتري لك مسجلات وشرايط. قلت ليه أنت اللي قال لك أنا بقرب المسجلات وشرايط منه؟ فقال لي يا أخي طيب أنت بتقرأ كيف؟ قلت أنت ما تزعلني من الأول، أنا بقرأ كيف؟ أنا ذاتي أنت القانون بتاعك ده ذاته أصلا حدرس فيه شنو ذاته. قمت أتقندف عليه وزهقت منه خلاص، قلت الزول ده قصته دي ما مظبوطة، وأنا جاي بهدوم جديدة وسمحة وهدايا من صاحبات الوالدة، يعني كانوا مبسوطين، كان في جو كده بتاع فرح رهيب. حتى بتذكر واحد صاحب والدنا جاب لي هدية كتاب رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. الميم قلت له يا أخي أنت ما سألت أنا ذاتي امتحان جيتك هنا كيف ذات، وأنا قريت في المدارس بتاعت التربية والتعليم ديك مش جامعة، امتحنت ونجحت، أنت ما تزال نفسك أنا كنت بقرأ هناك كيف أنا ما أقدر أقرأ لك كلية تقديم، أنت بتدرس شنو في القانون ده أساسا ذات؟ قال لي يا أخي نحن عندنا هنا المحاضرة الواحدة بتحتاج ل 15 سابقة قضائية في المكتبة تفتشها وتقرأها، ودي لا ما 15 30 سابقة قضائية، و30 سابقة قضائية أي واحدة دارة لها اتليست نص ساعة، فأنت محتاج لقصاد أي محاضرة 15 ساعة في المكتبة، وأنت بطريقتك دي حتربي تتبلط لنا في الكلية دي وتعزمنا معك زي ما عزبنا محمد الرشيد مين كده واحد تاني ما في داعي لإسمه أبو جديري. قلت لي قال لي اسمع أنا عندي لك حل، انت تمشي كل الاداب، انت ما تمشي اداب. قلت لي اداب دي ما فيها قرايه يعني ولا شنو؟
فالمهم قال لي يا زول تمشي تقول لعميد الكلية، قول له أنا فلان الفلاني ده قال ما بيقبلني، قام فرتك خلاني قاعد في الحتة دي ومشى. انتهينا كده. المهم دي قصة كانت طويلة طول مبالغ فيه، وهي مكتوبة افتكر، ما محتاجة انه انا اسردها تاني. كان برضو في جامعة الخرطوم في امور غاية في التخلف والسخف في كلية القانون. الامتحان نفس الزمن بتاع الامتحان ما فيه زيادة، المكتبة مو بخلوك تقرا جوا المكتبة ولا بخلوك تشيل الكتاب تقراه برا. تقول لهم يا جماعة أنا أقرأ جوا المكتبة، يقول لك لا بتزعج الناس إذا زول حيقرأ لك. طيب يا جماعة أنا ده دي البطاقة بتاعتي، خلوني أشيل الكتاب ده أقرأه برا. ولما رجعوا تدوني بطاقتي يقول لي لا اللوائح بتاعت المكتبة لا تسمح، يعني حكاية ريجيديتي مبالغ فيها. يا ما طيب ادونا مكتب نقرا فيه، وما عندنا ليك مكتب. فانت تضطر تخلي الناس يمشوا يلخصوا ويجوا يقروا لك، الخصهم يعني سكندري مصادر ثانويه، مش انك انت نقلا عن فلان يعني حسب مستوى فهم الطالب زميلك للمرجع للحاجه اللي قراها انت تشيلها منه. فدي كانت حاجه سيئه جدا جدا في تقديري في جامعة الخرطوم، وأنا اليوم الليلة بطالب جامعة الخرطوم بالاعتذار، هم ما قدروا يعتذروا لأنه ده كان سلوك ما كويس إطلاقا. وجاء عملوه مع أخوي محمد أصغر بعديني بسنتين، وهو كان دايركتور نمبر 1 في الكلية في دفعته، وبرضه عملوا نفس الكلام الفاضي ده، قالوا لنا إحنا ما عندنا لك إمكانيات، وهم أصلا ما عندهم أي حاجة أساسا، يعني هم ما مطالبين بحاجة. في النهاية وقعوني على تعهد ناس جامعة الخرطوم إنه أنا ما طالب الكلية بأي حاجة، وأدفع القروش للزول اللي حيجيبه يمتحن لي. الرسوم دي بالمناسبة كانت أكثر من مصروفات تسجيلي السنوية، فده كان تمييز ديسكريميشن عالي جدا جدا. أنا وقفت هنا يا دكتور، وأنت ممكن تسأل بعده. نعم، القصة الشهيرة أنا شيرت الشاشة في أثناء ما أنت بتتكلم. المقال من منكم رأى الله، وده سؤال يعني بروفاوند. بالضبط. يعني بخلي كل واحد فينا يفكر ألف مرة قبل ما يطلق أحكام على الناس ولا كده. فأنا أسي بطلب الناس الموجودين داخل الجلسة بتاع الزوم والمتابعين عبر مجموعة الباحثين السودانيين، يا إخواننا لمدة دقيقة واحدة بس دايرين نتكلم ونحن مغمدين، نعمل الاكسرسايز ده عشان كلنا بس يجينا الفيل، بس نفهم نحن قاعدين نتكلم في شنو. فأستاذ وائل أنا آسف دي مغمد، أتمنى إن الجميع كلهم يكون مغمدين تماما بس لمدة دقيقة واحدة، ونقوم نسأل كيف انت كنت بتقرا يعني في جامعه الخرطوم مثلا. وانا بتذكر من الناس اللي بتذكر سيمون طوالي الشهيد الذي اغتيل غدرا، زميلكم محمد عبد السلام ابو بكر، محمد عبد السلام على روحي السلام، وان شاء الله يعني ربنا زي ما يقولوا يختص لروحه. فكيف كنت بتقرا يعني بيحصل شنو بالضبط؟ والله نحن الشباب ديل عملوا شلة، عملنا شلة زي ما كثيرين بيعملوا في الجامعات، لكن كل يوم كنت بقرأ مع واحد في الزمن اللي بيقدر عليه، وهم بذلوا مجهود مبالغ فيه إنه يقروا لي. كان عندنا نحن مراجع ضخمة جدا بتاعت القانون دي، والملخصات ذاتها ما هينا، فهم ناس جديرين بالاحترام والتقدير. ما حييت محمد عبد السلام بكر، ربنا يعني يبرد قلب أهله كلهم وأصحابه ويتولاه برحمته، وأنور محمد سليمان صديقي العزيز، ومحمد أحمد علي آدم، وجودة بشرة، وأمير محمد يوسف، وإبراهيم النعيم، يعني عدد ما ساهل، كانوا ناس محترمين جدا جدا، يعني حاجة ما هينة يعني. فهم كانوا بيقروا لي بصراحة، وبعد ذلك بنخش الامتحانات السيمبولازات. وبتذكر يعني الامتحانات اللي ما فيها زيادة الزمن دي،
وذاته اللي هم بالمناسبة الزمن ما بزيد، هم بيجيبوا لك الورق ذاته في زمن وبينسوك مرات، يجيك بعد نص ساعة تلت ساعة، لكن لما ينتهي الزمن ده ما بيستنوا ولا دقيقة. بعدين قصتين تقول لهم يعني المفروض يكون في زمن إضافي، ولا دي خارج عن أي حاجة عن النواميس بتاعتهم إطلاقا يعني. ولحد هسه أنا مزعلان قصة المكتبة بتاعتهم دي صراحة، يعني ده سلوك ما طبيعي، يعني فيه جمود غريب، فيه تعسف. اليوم السابق عميد القضائية كلية القانون جامعة الخرطوم اللي اسمه دكتور محمد عبد السلام ده المفروض يعتذر لها الكلية دي على الحاجة اللي عملتها دي، عشان هي تبقى لقدام. أنا ما هستفيد حاجة من اعتذارهم ده، تستفيد المؤسسة نفسها بأنها تعتذر عشان لقدام ترسي أدبيات بالنسبة لها هي في المستقبل. طيب طيب السوابق القضائية دي كلها ما في سوابق قضائية 30 سابقة ولا حاجة، ما فيش كلام زي ده أصلا. وما في سابقة قضائية قبل المقال بتاع، أو سابقة معنوية قبل المقال بتاع آه من امرأة الله. شوف، أنا للأمانة أنا لما جيت وخشيت الجامعة ذاتها، أنا أصلا ما كان عندي علم بأي زول ذاته أصلا دخل الجامعة ولا دخل كيف ولا قرأ كيف. يعني أنا كنت ماشي في، يعني هم ممكن ديفينتلي في ناس قبالي، لكن انا ما عندي المعلومه ذات، ولا عندي الخبرات بتاعتهم كانت شنو، ولا بيقروا كيفين، ولا بيمشوا الجامعه دي بيعمل ما في، بس خاشي كده المهم في ارض غير مطروقه، يعني حاجه رهيبه. يعني لما تمشي الثانوي ذاته ما في برضه، ما في خبره انه منو كان وعمل شنو، وما في، كل مره بتمشي حته جديده. تمام، ففي الجامعة ما كان لقيت زول قدامي كله كله. عرفت إنه مثلا الأستاذة أمال النور كانت درست، لكن زمان قبالنا بكتير، هي درست كيف برضه I don't know، عمل شنو برضه ما عارف. وقالوا برضه في واحد اسمه أبو جديري من ناس القضارف درس قبالي بسنين طويلة في كلية القانون، لكن برضه ما عارف عنه معلومة، ولا عارف انه غير كيف ولا كده. طيب انتهينا من موضوع الجامعة ده ولا لسه ما انتهينا؟ والله الجامعة هي فترة طبعا يعني لا، مهمة الجامعة جدا. دي انا بصراحة عشت فيها حياة نشيطة، كان عندي علاقات كويسة ومعارف كويسة من كل أقاليم السودان، وانخرطت للأسف ولا ما للأسف في السياسة بشكل كبير في أيام صعبة. في الأيام ديك يعني برضو حصلت حاجة رهيبة بالمناسبة. أنا برضو من بدري كنت عاوز، من أنا في سنة تانية في الجامعة أنا بفكر إنه الماجستير ده أنا مفروض أعمله برا السودان في جامعة عظيمة كويس. فقمت كنت براسل الجامعات، براسل هارفارد وبراسل ماكجيل، فقمت مشيت دخلت الوحدة الفرنسية أدرس فرنسي، فدرست 7 كورسات بتاعت اللغة الفرنسية. بعد ده مفروض امتحن امتحان اسمه الدالف، افتكر أيوة بالشكل ده زي الطفل يعني بالانجليزي، عشان امشي برضو اقرا اعمل ماستر. عندهم منح كده امشي اعمل ماستر بتاع قانون في فرنسا. بالله العظيم المدير بتاع السدس ده بتاع الوحدة الفرنسية هو خواجة اسمه تخوليه بتذكر، لما قلت له داير امتحن قال لي تمتحن كيف؟ انت ما ممكن تمتحن، انت ما حتكتب كيف، انت ما ممكن نمتحنك الا نعمل تشريع في البرلمان الفرنسي عشان يكون امتحن امتحان الدالف ده للشخص هو كفيف. قلت له اصلا هل يعقل كلام زي ده؟ حسمني حسم رهيب جدا، قال لي يا زلمه ما فيش كلام زي ده ثاني، ما في، ما تجيب لي سيره الموضوع ده، ده موضوع الدالف. مشيت وكان جاني برضه بعد ما تخرجت جاني قبول مبدئي من كندا ولا من وين ما اعرف، في جامعه المفروض امتحن امتحان ايلتس. مشيت المركز الثقافي الفرنسي في الزمن ده قالوا لي يا زلمه ما في طريقه انا اعمل لك امتحان ده هنا، المجلس البريطاني المجلس الثقافي برضه ولا ممكن نعمل لك الامتحان ده هنا، ما عندنا الكابابيلتيز هسه نعمل امتحان ليك انت هنا ده في السودان ده. مشيت امتحنت امتحان الطفل
لحد هسه انا ما اعرف نتيجتي جات كيف، حصل في شنو، راح هناي راح النتيجه راحت. طيب المهم انتهينا من الجامعه دي بخير وبشره، عملت ماستر ثاني في جامعة الخرطوم، ذات عملت ما تاني أول في جامعة الخرطوم، عملت بحث كان عن تنفيذ قرارات التحكيم التجاري الدولي، يعني كان بحث ظريف وبالإنجليزي ومع بروفيسور أكولدا مانتير ربنا يرحمه، والممتحن الخارجي كان مولانا دفع الرضي ربنا يرحمه برضه، والإنترنال إكزامينر كان محمد إبراهيم الطاهر اللي كان عميد الكلية وكان رئيس المحكمة الدستورية. طيب انتهينا من الماجستير ده بخير وبشره، وكنت في الوقت ذاك يعني بقيت أحسن شوية في التفكير، يعني كنت بتعاقد مع زول يجي يقرأ لي الامتحان الماتيريالز دي وأكتبه كده، وكان شخص لطيف جدا، ويعني يعني أوتسورس للقصة دي بشكل عديل لأنه ما في فولنتري وورك ممكن يتم في المرحلة دي. تمام، جات بعد ذاك امتحانات المعادلة وما لقيت ناس يقروا لي بالمناسبة، وأنا بتذكر أنا عندي امتحان بتاع إجراءات مدنية سقطت فيه من الامتحانات بتاعت المعادلة السبعة، كانت حاجة مذهلة بالنسبة لي، كيف أنا أسقط لي امتحان، لكن ما قريت ريلي يعني، وعملت ملحق وامتحنته تاني ونجحت، كان حاجة مؤلمة كيف أنا. طيب بعد ذاك قدمت وجاتني منحة لبريطانيا أقرأ ماجستير بتاع أعمال دولية بيزنس، أصلا الناس كان معظمهم مش يقروا هيومن رايتس حقوق إنسان، فأنا لما عملوا معي الترفيو قال لي أنت ليه دار تمشي تقرأ قانون تجاري، قلت له لأنه لا أعتقد إنه الدولة دي ما لم تكون فيها طبقة وسطى عريضة ما ممكن يكون فيه احترام لحقوق الإنسان، بلد ما فيها حقوق اقتصادية والاجتماعية مكفولة صعب تتكلم عن الحقوق السياسية والمدنية في الزمن ده، أنا قلت لي السودان ده محتاج لاستثمارات ضخمة جدا جدا عشان تحصل فيه تنمية، فأنا شايف إنه الأولوية هنا. المهم مشيت ودرسته، لما مشيت هناك كان في حاجات كويسة، نمرة واحد في جامعة مانشستر مش كده؟ في جامعة مانشستر هاي اللي هي واحدة من الجامعات التوب في بريطانيا، كانت جامعة كويسة شديد، نعم، وفيها طبعا لوائح وحاجات بتنظم حقوق، لا طبعا هنا في قانون أصلا، قانون عدم التمييز بسبب الإعاقة، تمام انك انت اي مؤسسه لازم تعمل حاجه يسموها ريزونبل ادجستمنت لكل الناس عشان تستوعب الاحتياجات بتاعت الاشخاص ذوي الاعاقه، وكانت شنو بالنسبه لي في الزمن ذاك، عشان انا بس اضرب للناس مثل بيع، يعني مثلا الناس دي جابوا لي لابتوب واللابتوب جابوا فيه سوفت وير اسمه جوز ده اغلى من اللابتوب ذاته، JAWS، كويس، وشويه قلت لهم البحث بتاعي ذاته ده يجيب حاجات في السودان، ففي سوفت وير ثاني بيشتغل بالعربي ذات تايم اسمه ابصار اغلى من داك ذاته برضه جابوه، وجابوا لي تليفون الزمن ده قبل السمارت فونز برضه تليفون كده المهم اكسسبل عشان انا اقدر اتصرف بيه، والناس دي لما تجي الماتيريالز برضو عندهم وحدة هناك ممكن أمشي برضو، في سكانرز برضو جابوا سكانرز كويسة، تمام، جابوا شنو تاني أول لما نجي الامتحان كان بدوني زمن ونص as per my request زمن ونص الامتحان العديل، وجيبوا زول وكون زول كويس يعني ما أصغر مني، والامتحان بيكون مسجل، الأساتذة نفسهم لما عارفين كده الهاند اوت ذات اللي بيعملوها لأن لما أنا أيريز الموضوع معهم بيرسلوا لي الهاند اوتس اللي بيوزعوها للطلبة ديل قبال الليكشر في اكسسبل فورمات،
يعني يجيبوا لك في مايكروسوفت وورد ولا كده، في الحاجة الكويسة يعني. فكانت حاجة ممتازة، وكان زمن يعني الزول يتعلم فيه الكمبيوتر ويتعلم فيه الحاجات ويتعلم وعمل فيه الماجستير، كان كلهم سوا كده مع بعض ويتعلم فيه الجو بتاع بريطانيا الصعب ده. طيب في الزمن داك كان الناس المجلس الثقافي البريطاني هم اللي كانوا مديرين للمنحة بتاعت التشيفرينج. هي التشيفرينج أصلا بتيجي من وزارة الخارجية البريطانية، لكن اللي بيديروها كان المجلس الثقافي البريطاني. المجلس الثقافي البريطاني في الوقت ده وجهد لي الدعوة إنه أشترك معهم في حاجة اسمها Disability Advisory Panel، يعني اللجنة بتاعت اللجنة الاستشارية للإعاقة في المجلس الثقافي البريطاني. كنت بحضر اجتماعاتهم عشان هم يشوفوا كل الخدمات والمنتجات اللي بيقدموها دي كيف تكون accessible ومع الناس اللي عندهم إعاقة بصرية. فاشتغلنا معهم، اشتغلت معهم يعني حضرت كم اجتماع معهم، كانت حاجة ريزونبل وكويسة، مبسوط إنه أنا اشتركت معهم فيها. طيب انتهينا من الجامعة، جبنا نتيجة سمحة أحسن من النتائج كلنا بنجيبها في السودان، أحسن من النتائج بنجيبها في القراية ذاتها سهلة، ما زي قراية السودان صعبة، صعبة لأنها ما مضبوطة، ما منطقية ذاتها. القراية عند الخواجات كثيرة لكن ما صعبة، القراية في السودان صعبة لأن ما مربطة كويس. طيب جيت راجع السودان وبقينا كيف إنه أنا أشتغل محامي. أنا نرجع باك بعد المعادلة كان في سؤال كبير، أنا هشتغل محامي كيف ومعامله ذاته أساسا، يعني مين هو هذا، هو المحامي اللي هيدرب هذا الشخص المحامي اللي ما بيشوف ده، وأنا ما متخيل ذاته أنا همشي محكمة كيف يعني، ما في المهم. بس فالزمن ذاك أنا كنت عندي يعني عضو في حزب وكده، وعنده هنا بتاعت محامين وهنا، واحد فيهم قال لي تجي تتدرب معي، فبقيت أمشي أتدرب معه شوي شوي، بقيت أخش في الجو على خفيف. لكن للأمانة nobody at that time في المكتب كان يعني معتقد إنه أنا ممكن أعمل حاجة مفيدة يعني صراحة، يعني لحد ما خلاص وأنا مسافر كان في موضوع صعب وبالإنجليزي وبتاع، فقاموا قالوا لهم لقوني يا أخي بفهم في الموضوع ده ما كعب، لكن كان متأخر الزمن ده. مشيت جيت راجع من بريطانيا، قلت أنا بعد ده أفتح مكتب، لأنه لقيت لي شركة كبيرة على اتصالات قدمت فيها في رول يعني جونيور في الليجل ديبارتمنت بتاعتهم، فهم قاموا جابوني للمعاينة. المهم شركة مملوكة لأجانب، فبيقوا إحنا المعاينة حاسبين أنا ميتانة ميتة عجيبة جدا جدا. في النهاية كده قلت له اسمع انت ما سألتني انه انا زول ما بشوف انا هشتغل كيف، السؤال ده قال لي يا بالمناسبة انت هتعمل الحكاية دي كيف. المهم طبعا في النهاية ما شالوني، وانا عرفت ان هم براون كده من تلقاء نفسهم قالوا الزول ده ما بيقدر على شغل المحاكم. انا ما عارف الكونكلوجن دي طلعوا بها من وين، لكن المهم قالوا الكواليفيكيشنز بتاعتك دي كويسه ممكن ينفع هيد اوف ليجل ديبارتمنت، لكن ولانه ما بشوف ما بينفع في الحكايه دي لانه ما بيقدر يمشي المحاكم. للمعلوميه اشتغلت في المحاكم كلها جنائي ومدني وكله، يعني كنت محكم، حكم دي زي القاضي يعني. ف تمشي الدنيا وتجي زي ما بيقولوا، والشركة دي ذاتها كلها هيلة بيلة كده، كان في شركة دارت تستحوذ عليها، دارت تشتريها كلها كده كلها على بعضها. فبعد كم سنة يعني الكلام ده، فأنا للمصادفات بقيت المحامي المسؤول من إنه أعمل الديو ديليجنس وكده في الشركة دي كلها هي ذاتها. فكنت بضحك بقول شوف الدنيا دي بتلف وبتجي كيف. طيب كان عندي طموح إنه أنا أبقى محامي إنجليزي أو في مرخص له في إنجلترا وويلز، لأنه المستوى بتاع المحاماة اللي شفته عند الناس ذيل يعني
سدرة المنتهى بتاع العلم بتاع القانون والمهنة. فجيت ساكي الموضوع ده لوقت طويل جدا، وللأسف السودان ذاته ما كان عنده حاجة يسموها recognized jurisdictions. السودان ده في وقت ما كان من recognized jurisdictions، فأنا كنت متابع يعني، كان في ناس من غانا ومن نيجيريا ومن كده بيجوا يمتحنوا الحاجات دي. فلما بيجي في فرق بقيت سكسك، في ناس لقيتهم برضو سودانيين ساكين الموضوع ده، إن السودان بيجي recognized jurisdictions هنا يعني معترف به، عشان الناس بس يخلوني امتحنوا اصلا. فلما بقت الحكايه دي كده اخذت قلت بس خلاص بعد بقت ده التارجت بتاعي، انه انا لازم امتحن الامتحان الصعب ده وانجح فيه. الامتحان ده اسمه Qualified Lawyers Transfer Scheme. ده لما تمتحنه هنا في بريطانيا، لو انت مثلا خواجه من هنا ولدوك ده تبقى محامي، بتقرا كليه القانون مثلا 3 سنوات، وبتمشي تقرا حاجه يسموها لو براكتس كورس سنه كامله، وبعد ذاك بتعمل تريننج كونتراكت 2 سنين في مكتب بتاع محاماه في شركه محاماه، حتى بعد ذاك تبقى نيولي كواليفايد سوليسيتر تبقى محامي. تمام. الامتحان اللي احنا امتحناه ده بيفترض انك انت محامي برا وانت كواليفايد، لكن انت مفروض تثبت معرفتك بالمستوى بتاع نيولي كواليفايد سوليسيتر، بمعنى شخص قرا في البلد دي قانون، شخص عمل الـ LBC كورس السنة كاملة، وشخص عمل تريننج 2 سنين في بريطانيا. فالامتحان حار. التجهيز ده كان صعب، لكن المهم غاية الزول نجح. كويس؟ فأنا حسيت بعد ذاك إنه أنا ما عندي تاني طموحات كبيرة شديد يعني مهنيا، ودي واحدة من المشاكل بتاعت إنه الزول شغفه بيكون قدر التحدي. فلما يكون ما في تحديات كبيرة الزول بيكون ريلاكست كده، انه يعمل البيزنس بتاعه ويطوره ويكبره وكده. لكلي هسه انا سعيد جدا انه انا عندي يعني او ساهمت في انه يكون في مكتب بتاع محاماه، بفتكره من المكاتب الممتازه شديد، وانه فيه محامين كثيرين شغالين فيه. فبدل ما انا اكون عندي شك في انه انا اشتغل كيف، بقيت عامل بيزنس، البيزنس قادر يعمل جوب اوبورتيونيتيز وذاته، فانا ساتيسفايد خالص في الموضوع ده، وعندي له خطط لقدام كبيره يعني. نرجع لمرجوعنا، انا بفتكر انه الاطفال ذوي الاعاقه البصريه في السودان لما يقروا في المدارس العاديه المينستريم دي حاجه كويسه، بتخليهم هم يقدروا يندمجوا في المجتمع بطريقه اسهل، وما بيكونوا منعزلين يعني، بيقدروا يخشوا الحياه بطريقه اسهل. عندها مشاكل بتاعت انه في سكيلز معينه هم ما بيكونوا عندهم، لازم في سيتنج ذاته بتاع المدرسه العامه ده يكون في امكانيه لانهم هم يتلقوا المهارات الخاصه بهم كمكفوفين. ده الكونكلوجن بتاعتي. انا شايف العباس ده المفروض يخفف الضغط علينا شويه. ايوه نعم. يعني صراحه الواحد ده اقول لك شنو، بس الواحد سعيد بيك وفخور بيك جدا والله يا استاذ وائل، وبنتعلم ونستلهم يعني الليفل بتاع الديترمينيشن العزيمه والموتيفيشن بتاعك، وكونك انك انت يعني تعمل حاجه الناس اللي قبلك ما عملوها، يعني ده ملهم جدا وبيفتح المجال. طيب، في جهود اتعملت في المجتمع المدني السوداني، في ابطال الليله عندنا بطلين يعني، وائل بطل، وزي ما هو تفضل انه والله في ناس تانين يعني ما مجبورين، لكن بشكل ما اصبحوا اكثر من مجبورين. فدعنا نرحب بالحبيب ابو العباس المهدي، ابو العباس المهدي برضو من الشباب اللي اشتغلنا في نفير 2013 سوا، وهو شاب يعني عظيم جدا جدا. الواحد ما عارف يقول، يا ريت تعرف نفسك يا ابو العباس عشان ما نظلمك ولا. وتفضل المجال لك، تفضل. السلام عليكم. شكرا لك دكتور انور. مرحبا بك تاني استاذ وائل. شكرا للسرد الجميل جدا في قصتك الملهمه يعني. طيب، انا ابو العباس المهدي. والحاجه الغريبه برضو انا من مواليد الدرايسه، بري الدرايسه، فدي من الحاجات العجيبه يعني. انت صغير.
فأنا خريج تقنية معلومات وأعمل في مجال المنظمات بصورة رسمية لعشر سنين الآن، مؤسس منظمة بصيص أمل في السودان ومنظمة Glimmer of Hope International أو الوقت أسبوع إنترناشنال في كندا هنا لثمانية شهور ستيل يعني تحت الإنشاء، ما عملنا أنشطة لسه. وقبلها كان في أنشطة عامة في العمل العام يعني. تخصصي في تقنية المعلومات، انتقلت بعده لجانب إدارة أكثر، إدارة تقنية المعلومات أو Project Management في الـ IT Projects، فده داني background كويس في الجانب بتاع التحليل للمشاكل والتخطيط الاستراتيجي وكده. فبالتالي في الـ IT عموما لما تواجهك مشكلة ما بتجيب الحل الكسول، بتحاول بقدر الإمكان تشوف الحلول العميقة يعني للإجراس الروت نفسها للبروبلم يعني. فسواء كان العمل العام في المنظمة نفسها أو عموما في السودان، ده بدي الواحد انطباع على إنه يعني بأثر في شخصيتك، بيخليك أنت إنسان مختلف يعني، تبقى أنت نظرتك للقضايا بتختلف من المواطن العادي لأنك أنت أقرب للقضية، أقرب للناس اللي هي نفسها محتاجين أو الشريحة اللي أنت مستهدفها. بصيص أمل لما قامت في السودان هي قامت لتلبية احتياج بتاع نقص كبير جدا جدا موجود من اهتمام المجتمع تجاه شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وقبل ما نتكلم في الحتة دي مفترض نعرف يعني نحاول نتكلم عن نقطة بسيطة جدا كمجتمع سوداني، والحياة ما في السودان بس في أغلب الدول يعني موجودة، إنه لما نلقى شخص من الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية نظرتنا له بتكون مختلفة، بتكون نظرة بتاعة تعاطف أو شفقة يعني، ده من هنا حتى التعامل نفسه بيكون تعامل قائم على الشفقة. دي حاجة جدا يعني سيئة، ونحن تعلمناها في الشغل مع أخواننا المكفوفين، قعدنا معهم كتير وعشنا معهم فترات طويلة، إنه الحياة دي صعبة جدا والحياة دي خطرة والحياة دي عندها تأثير سلبي على يعني شخصياتهم يعني وحياتهم ونفسياتهم يعني. فبالتالي أنا التعامل بالندية، هو شخص زيك ما في أي حاجة تنقص، فبالتالي إحنا نظرتنا لهم إنهم ديل المكفوفين أو ديل الشريحة بتاعت الصم، دول اللي عندهم إعاقة مثلا حركية، بننظر له نظرة بتاعت الآخر. دي المشكلة الأساسية هنا، ننظر إنه نظرة الآخر. الناس ما خدتها في بالها إنه أنت في أي لحظة في كسر من الثانية أنت ممكن تكون شخص كفيف، ممكن تكون شخص عندك أي نوع من أنواع الإعاقة. والإعاقات طبعا هي درجات طويلة جدا جدا يعني، أنا لابس نظارة أنا عندي درجة بتاعت إعاقة لكن خفيفة يعني، ما تصنف إنها إعاقة سيفير أو يعني قوية يعني. في ناس اللي عندهم إعاقة في الهضم، واحد عنده إعاقة في حياة تانية، واحد جاو سكري عنده إعاقة ما بيقدر يخدم كويس، ما بيقدر تدايجست الشوغر في الدم بتاعه. في حاجات كتير جدا ممكن تحصل لك، ممكن يرتفع ضغط الدم بتاعك فجأة تفقد بصرك، ممكن يحصل لك حادث تبقى مشلول، ممكن تحصل حاجات كتير جدا. في كمية من الأشخاص والإعاقة البصرية والإعاقات التانية، الإعاقات بتاعتهم حصلت في نص العمر بتاعهم يعني، ما هم صغار ما تولدوا بيها يعني، يعني حاجة مكتسبة يعني. فدي طريقة بتاعت نظرة بتاعت المجتمع بتاعتنا مفترض تتغير، إنه ده أنا أو ده كان ممكن أنا أكون أنا الشخص ده، أو استيل أنا ممكن أبقى الشخص القدامي ده. فبالتعامل ده انت بتغير الوعي بتاعك والمايندسيت تجاه الشخص اللي قدامك، وبتتعامل معه بعد ده بندية باحترام، بتعرف انه بس هو عنده احتياج خاص في حتة معينة، ما احتياج خاص في اي حاجة يعني. استاذ عبدين بيتكلم من قبلك في الرحلة بتاعته العظيمة جدا والانجازات اللي عملها، وكان ممكن يكون عنده الندية مع الناس كلهم ويقدر يعمل نفس الحاجة بيعملها الناس التانيين، لكن بس عشان نعمل الحاجة دي داير حاجة خاصة يعني، بدل تديني حاجة مكتوبة ادينا له حاجة مسموعة او بالبرايل او بخلاف. دي هنا ده كل الاختلاف يعني، دي كل الاختلاف احنا نختصره في الحته دي عشان الناس ما تقول لك احتياجات خاصه ويكبروا الموضوع يعني، ما 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 بالصعوبه دي، الموضوع بسيط جدا جدا، يحتاج ادوات خاصه بيئه تعامل خاص، يحتاج قوانين تسهل الحياه، دي كل القصه يعني. لكن لما نجي على ارض الواقع بنلقى التعقيدات، سواء كان مجتمعيه المايند سيت الدائر تغيير ودائر توعيه، نلقى الحكومه نفسها مفترض تشتغل اكثر على الجانب بتاع القوانين والتشريعات وخلافه، ومنظمات المجتمع المدني برضه مفترض تشتغل على الشريحه بصوره مختلفه من الطريقه الان شغاله بها، شغل بتاع تشاريتيز يعني، تبقى شغل قائم على انه يكون مؤسسي يعني. استاذ وائل ختم كلامه في الحته بتاعت الدمج الانكلوجن، ده هو الحاجه اللي مشت على الدول الاوروبيه، مشت على الدول المتقدمه، انه انت القصه مش بس انك تدمج عشان في التعليم، لا انت تدمج عشان حياته المستقبليه بعد ما تخرج من الجامعه او بعد ما تخرج من اي حاجه، هو حيبقى شخص اندبندنت يعني. استاذ وائل الان شخص اندبندنت وزول يعني بيعمل في حياته خطيره جدا جدا، فده انت بتغرس فيه الحياه دي من هو صغير. فبالتالي لما يكون هو منعزل في مدرسه منعزله تماما عن المجتمع بس في الشريحه بتعامل معين، لما نطلع للمجتمع
وده بيحصل يعني. احنا شفنا من الناس اللي بتكون موجوده مثلا في معهد النور مثلا، كان بيقابل صعوبه لما نكون ماشيين الثانوي، لانه الثانوي ما في مدرسه بتاعت مكفوفين، فكان بيشوف فيهم الخوف والتوتر يعني. فيلا دي من الحياه الان نحن بدينا نشتغل فيها في المنظمه، انه برضو من حياه خاتنا ان مايند. لكن شغلنا عموما يعني لسه نحن بقول استراتيجيتنا تطوير تعليم المكفوفين، لكن لسه نحن في المرحله بتاعت نضمن المكفوفين هم اصلا يخشوا التعليم. وفي الحته دي انا هعمل عرض بس سريع جدا لبعض الاحصائيات عشان الناس ما تكون بتتكلم ساكت يعني. انا هعمل شير سكرين لبعض المعلومات. طيب عندنا هنا في المنظمه كان اخذنا التعداد السكاني بتاع الحكومه، والتعداد السكاني بتاع العمل 2008 تقريبا ونشر 2013، هو يعني نحن شايفينه زايد النمو يعني، نحن مقتنعين بالداتا الفود صراحة، لكن دي الداتا المتوفرة للأسف يعني. فأخذنا المعلومات الكثيرة دي وعملنا لها تحليل يعني سريع عشان الحكاية كلها أرقام وداتا، وطلعنا زي يعني تحليل مبسط سهل الهضم، أي واحد ممكن يمر عليه موجود في الويب سايت بتاعنا. بيتكلم عن إنه هنا الناس اللي عندهم مشاكل أو difficulties in seeing، اللي هم طبعا في درجات بتاعت الإعاقة يعني، في زي ما قال استاذ وائل كان اول ما بدا قال انه كان بيقدر يشوف ضوء، بيقدر يشوف الاشكال، بيقدر يشوف الالوان، مع مرور الزمن الحاجات ممكن تختفي. في النوع اللي عنده بيقدر يشوف لكن محتاج مثلا الحياه الخاصه هنا بتخش انه دار عدسه مكبر شديد عشان يقرا بيها. في نلقى الدرجه النهائيه بتاعت العام التام انه الواحد ما يكون شايف حاجه. فالناس اللي عندهم اعاقات بصريه في السودان يعني عدد ضخم جدا جدا، لكن التوتال الحكومه قالت انهم نص مليون. أنا حاجة للمعلومة دي بقى شوية تكوشن الرقم ده، لكن كده نقول نص مليون الآن. الإحصائيات بتقول إنه من الناس اللي عندهم مشاكل في النظر يعني، في 64% إنه ما دخلوا التعليم نهائي. دي إحصائيات عن الأطفال، أنا اتكلمت عن الناس الكبير يعني من 18 ل 6 سنين في الرينج ده. فعندك 64% ديل ما دخلوا تعليم نهائي في حياتهم، ما دخلوا أي مدرسة. بننزل تاني بنلقى إنه هم أغلبهم من النساء أو من الفيميلز يعني البنات يعني. لما ننزل في التحليل تاني بنلقى انه اغلبهم قاعدين في مناطق طرفيه، مناطق ريفيه، الرول ايريز. لما نجي نمشي في الحته الثانيه بتاعت المكفوفين نفسهم البلايند بوبوليشن، نلقى 75% ما دخلوا تعليم تماما. وطبعا استاذ وائل طول السنه بيتكلم في الفيسبوك عن الاطفال بتاع السودان عموما يعني، بيتكلم عن نسبه ضخمه جدا عن السودان في اطفال ما خارج التعليم. انا حاليا بس مركز على الجانب بتاع المكفوفين. ف 75% من الاشخاص المكفوفين او من الاعاقات البصريه ما دخلوا اي مدارس في حياتهم، ما شافوا مدارس في حياتهم. والنسبه برضو العاليه من الفيميل من الاناث، وبرضو حنلقى النسبه مرتفعه في الرول ايريز. ده تحليل بسيط، ممكن لو الناس ما بتحب الكلام الكثير برضو بتلقوه على الصفحه بتاعتنا في الفيسبوك، موجود بصور جرافيكيه مختصره جدا ممكن تسهل للناس الـ يعني شراب المعلومات الكثيره الاحصائيه دي. ونحن شايفين الارقام دي كلها زايدين مويه او ارقام ما صحيحه، لانه اذا جينا شفنا الارقام مثلا اذا قارنا بكندا هنا مثلا، السودان كم 40 مليون، كندا زي 37 مليون. كندا بتقول ان عندها الاحصائيات بتاعتها ان في 1.5 مليون كندي من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه، السودان بيقول عنده 500,000. عندك كويشن كبير جدا جدا يعني، كيف انت بتتكلم عن السودان اللي عنده مشاكل البنى التحتيه وعنده مشاكل في الانترفنشن الاول يعني، الطفل ده لما يتولد كفيف في حالات بتاع العمى ممكن يتعالج بقطره يعني، ممكن السودان تكون ما موجوده. خليك من الشغل، نعم ما بالك بالشغل بتاع التوعيه المتعلق بانه يقلل من الزواج بين الاسر البنتج انواع من انواع الاعاقات الوراثيه. في حاجات كثيره جدا جدا هنا موجوده في البلد، و فاستحالة يكون السودان 500,000 وكندا 1.5 مليون. دي حاجة سريعة عن الإحصائيات، عن الإحصائيات في السودان يعني. ممكن توقف الشيرينج سكرين يا دكتور لأنه أنا ما ظاهر لي هنا. هنتقل بعد ده أتكلم في الجانب نحن اللي تخصصنا عليه في المنظمة يعني، اللي هو تطوير تعليم المكفوفين. لما أتكلم عن تطوير تعليم المكفوفين، نحن بدايتنا كانت بمعهد النور، وستيل نحن بنشتغل مع معهد النور، لكن لقينا انه الحوجه الان الموجوده ما معهد النور فيه 120 طالب وطالبه بس، معهد النور ده موجود من سنه 1961 بالمناسبه في بحري الاملاك، ممكن اي زول يزوره. عباره عن مدرسه عاديه بفصول 8 بس فيها فصل 9 ل
زي تمهيدي، انك بتخش تتعلم فيه الحياه اليوميه، الحركه بالعصا البيضاء، علامات العصا البيضاء، البرايل، وكيف يعمل لك اللمس بتاعك يكون حساس جدا، انك تبقى سنسيتيف شويه تقرا البرايل وحاجات تانية يعني. فهو معهد ممتاز جدا جدا، لكن في طبعا برضو يعني كمؤسسه حكومه يعاني من مشاكل كثيره يعني. فبدايتنا كانت فيه، ومن هنا قدرنا احنا نركز انه تعليم المكفوفين حاجه مهمه جدا، واذا احنا ركزنا عليه بنقدر احنا نخلق شخص بعد سنين، شخص هو ممكن نقول عليه مؤهل، شخص هو اندبندنت قائم بنفسه يعني، وشخص منتج في المجتمع، ما شخص قائم على الاعالات والاعانات اللي ممكن تجي طوال عمره. فالتعليم هو من الاهداف الامم المتحده الانمائيه او السستينبل ديفلوبمنت جولز تبع الامم المتحده، اللي هو بيوريك دي واحده من النقاط او المناطق او الحتات تحت الارياز انت تشتغل عليها ممكن تعالج قضيه من جذورها يعني. فبالتالي دي الحاجه اللي احنا شفناها طوال العشر سنين اللي فاتت. الان منظمه قصص امل فيها واحد من المكفوفين، كان واحد من الطلبه في معهد النور قبل كم سنه، الان هو النائب مدير المكتب التنفيذي في المنظمه، وصل مرحله بتاع التدريب وكفاءه وقدر يصل للحاجه دي، واليوم كله انا بشتغل معاه بالتليفون بالواتساب بديه مهام وبتاع، وقبل يومين رسل لي كتب لي اتفاقيه فنيه يعني، وده لسه فوق في الجامعه سنه اولى ولا ثانيه، لسه صغير يعني. فبوريكم انه الناس دي مؤهلين جدا جدا، انت دار لازم تعامله بالنديه وتديه تاسكات وخليه يحس بالاحساس بتاع التشالنج ده يعني كويس. فدي نقطه. لما جيت انا طلعت من السودان والان موجود في كندا، لقيت انه طيب الان طوال الرحله دي الواحد كان بيتعلم حياه من المنظمه، من العمل العام، في المقابل من العمل الخاص او الكارير اللي كان شغال. فطوال السنين دي كنت بحاول اشوف الحال بتعلمها في المؤسسات الكبيره اللي بشتغل فيها، وحاول انقل المعرفه دي سواء كان ادوات او طريقه تفكير او طريقه تخطيط او طريقه اداره للمنظمه. وقدرنا الحمد لله في السنين اللي فاتت نخلق نظام عمل مترابط وسليم، وقدرنا نحلل المشكله بتاعت التعليم المكفوفين، وبالتالي قدرنا نخط انه يا جماعه لازم احنا نركز في حته واحده، استراتيجيتنا تبقى حاجه محدده اللي هي في الاخر طلعنا بتطوير تعليم مكفوفين. ليه نحن مركزين في الجانب ده؟ لأنه ببساطة العمل العام أنت عندك موارد محدودة يعني، كمنظمة غير ربحية أنت عندك موارد محدودة، والمتطوعين بتاعينك أو الأفراد بتاعينك ما موجودين بصورة مستمرة كشركة أو خلافه، بالتالي الأداء بتاعك يعني متذبذب ومواردك متقطعة، فيفضل أنك تركز في حتة واحدة تقدر تعمل فيها أثر يعني. أنا بعمل المثل دائما بسيط جدا جدا، إذا أنت جبت قلاب بتاع رملة وفتحته في أول الشارع وأنت ماشي كده، لما وصلت آخر الشارع لما أنت عين وراك ما بتلقى في أثر للرملة اللي كنت شايلها دي يعني، خلاص بقت هباء منثورة يعني. لكن إذا صبيته كله في حتة واحدة بيبقى خلاص الرمل ظاهرة وقاعدة في حتة واحدة وأثرها بقى واضح يعني. فبالتالي إحنا بقينا مركزين في النقطة دي. تطوير تعليم المكفوفين إحنا بالنسبة لنا يتمثل في مشاريع محددة أساسية نقدر ننطلق منها للمرحلة البعدية يعني. إحنا لسه ما تكلمنا عن التكنولوجيز، إحنا نتكلم ما قبل التكنولوجي. عندنا مشكلة أساسية قيادة الداتا، ما قدرنا نخطط عليها، ما قدرنا نشتغل عليها، والآن إحنا شغلنا بقى ما في محد النور ولا في الخرطوم، بقينا نشتغل على مستوى الولايات. الآن بصص أمل بدأت تعمل لينكات مع ناس في ولايات وناس أكتيفيست، نقدر نخلق مكاتب وفروع للمنظمة في ولايات السودان كلها، لأن كل ولاية ممكن نكون أوضاع مختلفة ودائرة تعامل مختلف، ويبقى عندنا وصول على أرض الواقع، لأن إحنا ما عندنا داتا، بنحاول نطلع معلومات بقدر الإمكان، ما لقينا موضوع الداتا. اعتمدنا على التعداد السكاني، والآن بقى عندنا وحدة كاملة اسمها Research Unit داخل المنظمة. الآن شغالين بيعملوا exercise في إنه كيف يعني يجمعوا كل الـ scientific paper اللي اتنشرت في المجال بتاع تعليم المكفوفين أو مجال الإعاقات البصرية in general، من ناحية طبية، من ناحية اجتماعية، من ناحية تثقيفية، من ناحية أي نواحي scientific paper رسمية اتكتبت، عشان نقدر ناخد الفكرة العامة والفكرة التفصيلية بصورة professional في الحته دي. بعد ما ان شاء الله ننتهي المسح الكامل ده، والان احنا بنعمل في الخلاصه، وان شاء الله هننشرها في الاسابيع الجايه في الويب سايت وفي الصفحه. هنبدا في المرحله بتاعتنا ان احنا نبدا نكتب ساينتفك بيبر حقتنا بنفسنا، سواء بالتعاون مع مؤسسات بحثيه، سواء الجامعات الخرطوم والاحفاد وخلافه، او يكون في مراكز بحثيه ثانيه، عشان نقدر نحن نحلل الحقيقي المشاكل بتاعه الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه في السودان بخصوص التعليم، عشان نقدر نحن نقدر نخلق عليها ونبني عليها انترفينشن او بروجكتس او حاجه بالشكل ده يعني. ما نجيب بروجكت جاهز نقول لهم ياخذ البروجكت ده الحل، لازم الحل يطلع من عمق المشكله. فدي من الحاجات اللي نحن الان شغالين عليها، وان شاء الله حتكون مفتوحه لكل الناس، اي واحد مهتم في القضيه، اي منظمه، اي شركه عايز يشتغل تقدر تشتغل على بينه وعلى حاجه بروفيشنال. الحاجه الاولى اللي هي الموضوع الداتا والانفورميشن. الحاجه الثانيه موضوع الادوات،
لما نيجي نتكلم عن ادوات التعليم المكفوفين، انا هعمل شيرنج تاني سريع يا دكتور انور للادوات. الادوات انا هعمل عرض بسيط جدا للادوات الاساسيه بس للتعليم المكفوفين، فقط الاساسيه. يعني عندنا الصوره دي، الزهره دي اللي هي دي بتكون استاذ وائل بيعرف الاداه بتاعت الكيبريزم اللي هي بتاعت الرياضيات، لوحه المكعبات والرياضيات، عباره عن لوحه بتاعت بلاستيك فيها مكعبات. عارفها؟ انا ما اخذت اي تعليم خاص. طيب هي زي الزهر بتاع الليدو اللي بنلعب بيه. ايوه لكن ما حصل استخدمته. ايوه هو زي الزهر بتاع الليدو، لكن فيه النقاط اللي هي موجوده فيه الارقام وموجوده فيه العلامات بتاعت الضرب والقسمه وخلافه، وفي لوحة كبيرة فيها مكعبات فاضية تقدر ترص المكعبات دي داخلها، تقدر تكتب المسألة بتاعتك، يعني 1 + 2 - 3 في كده مرفوع على القوة كده بتكتبها، الواحد بيقراها بعد ذلك بيشيل باقي المكعبات بيعالج لك أو بيحل المسألة في نفس البورد. دي حاجة ببلاستيك بالمناسبة. الحاجة دي براها بتطلع ب 69 جنيه استرليني على ما أعتقد. تاني في الأداة الثانية اللي هي اللوحة بتاعت الكتابة نفسها، يعني لوحة الكتاب بتاعت البرايل اللي هي ببساطة عندك شكل زي الصفحة، جزء فيها أملس فيه بعض النقاط، انك عندك زي 6 نقاط. طبعا البرايل عبارة عن 6 نقاط للناس ما بتعرف البرايل، واي واحد بالمناسبة من هنا ممكن يتعلم البرايل في اسبوعين، تقدر تكتب وتقرأ برايل. عملنا دورات كثيرة جدا لناس مبصرين ولا ما مبصرين، عملنا دورات تدريبية. ده ما عرض ولا بروموشن يا دكتور انور، لكن بس يعني حاجة على جنب. بتخط الورقه، طبعا في خامه بتاعت ورق معين للبرايل اللي هو الورق السميك، بتخط الورقه في النص وبتقفل بعد ذاك عليها الاداه، وبتقدر تكتب بعد ذاك بالقلم اللي هو القلم برضو عباره عن شكل زي الابره كده يعني، بس انت بتكتب عليها وبعد ذاك بيسحرك البرايل، لما تقلب الصفحه يسحرك برايل. نحن بنتكلم عن اساسيات دي حاجه سيمبل جدا، اي طالب خفيف من الاعاقات البصريه لو عايز يتعلم البرايل بيحتاج الحاجه دي. نحن بنتكلم عن البرايل ليه؟ البرايل لانه غير في التدريس، انت لما تيجي تشتغل بالتكنولوجيز يعني غير التكنولوجيا الموجوده، مثلا استاذ وائل اتكلم عن القارئ الشاشات اللي بينزل في الكمبيوتر زي جوي زي ان دي في اي زي الابصار، يعني ابصار ده قبل 4 سنين كان ب $1,500 اللايسنس بتاعته، انا ما اعرف حاليا بيجي بكام. فدي دي ادوات ان دي في اي تقريبا هو فري على ما اعتقد، واحد من السوفت وير هو فري، بس دي بتنزل في الكمبيوتر. مثلا لو انت جيت تشتغل بادوات ثانيه، في ادوات بتشتغل لك بالبرايل يعني بتسهر لك الريزلت بالبرايل. لو دارت مثلا عندنا في كندا هنا العمله ذاتها مكتوبه بالبرايل، اي علاج انت تاخده بتلقى مكتوب في البرايل، مده الانتهاء، الحاجات دي كلها موجوده بالبرايل. ماشي في الشارع الزلط نفسه الارضيه موجوده بشكل معين، لما تلمس الاسانسير مكتوب بالبرايل، يعني حياتك اليوميه وتحركاتك في الدول المتقدمه دي معتمده على البرايل. مع انه الناس مشت التكنولوجيز ودخلت في الكتب الصوتيه والحياه دي من بدري شديد، لكن ستيل البرايل هو يعتبر من الحياه الاساسيه. في ناس كثيره جدا زي ما قال دكتور وائل هو واحد منهم قدر يواصل حياته عادي بدون البرايل، وفي لسه طلاب بيدرسوا يعني تخاطب ما بيعرف برايل، لكن احنا مصرين انه البرايل ده حاجه مهمه. فده بقودنا للمشكله الثانيه، انه في يعني احنا بنتكلم 75% هم خارج التعليم الموجودين، مثلا في معهد النور المعهد بيشيل كامل 150 طالب، في معاهد في السودان مختلطه وكده، واحد يدرس برايل واحد ما بيدرس برايل، لكن في أمية بتاعت برايل في أوساط الشريحة بتاعت الأشخاص أو الطلاب ذوي الإعاقة البصرية. فده بيجينا البروجيكت الثالث، يعني إحنا دارين نعمل محو بتاعت أمية بتاعت برايل وتوفير الأدوات دي، يعني الأدوات دي للطالب الواحد ممكن تصل، يعني الحاجة بتاعت الكتابة دي تقريبا كانت 120 ريال قطري أو ريال سعودي قبل كم سنة لما اشتريناها. فتخيل أنت ممكن تعمل فند ريزنج كده $6,000 بتاع عشان تجيب لك 140 طالب بس، دي بس من تحت الرياضيات. فقروش كثيرة جدا بتضيع، فنحن بنحاول نشوف لها حلول مستدامة من العمق، ودي شغالين عليها إن شاء الله الآن، إنه نحن نقدر نزيد نسبة الطلاب في التعليم العام. ودي هنا بتجي الحتة بتاعت الانكلوجن أو الدمج اللي تكلم عنه أستاذ وائل. لما نجي للدمج بقى عنده مشاكل تانية، يعني هو حاجة ممتازة جدا لكن في صعوبات تواجه الدمج. الحكومة السودانية يعني من العهد البائد كانت تتكلم عن الدمج والدمج، لكن ما بصورة مدروسة ولا في خطة واضحة ولا كده. أنت لما تتكلم عن الدمج في أنواع بتاع الدمج، في دمج كامل في دمج جزئي. داخل المدرسة نفسها في بيكون في فصل برضو زي ما كنا بنتكلم عنه في معهد النور، ده بيكون في فصل برضو انت بتخش فيه بتاخد فيه الحياة بتاعت البرايل، بتاخد فيه تدريب متخصص او مواد مخصصة لك، وبتمشي تخش مع الطلاب الباقين في المواد التانية، انت بتكون حاجة ميكس. فانت بحتاج انه ما بتقدر تقول الكلام ده تعمم على كل مدارس السودان،
يعني الان احنا شغالين لسه على مستوى التحليل للانكلوجن ده، وهياخذ زمن يعني لسه بنخطط ونحلل ونشوف السيناريوز الكويسه وعلى مستوى العالم الليسن ليرند في القصه. لكن في كميه من الهيدنس اريا، يعني نفس ابسط حاجه ممكن نتكلم عنها البيئه المدرسيه. البيئه المدرسيه للاشخاص عموما ذوي الاعاقات وليس المكوفين بس مفترض تكون عندها معايير معينه. يعني ابسط حاجه في السلالم مفترض تكون كيف، الاسانسير يكون عامل كيف، الزوايا، الاعمده، الضوء الشمس، الريح، هل هو قريب لاسواق؟ يعني مثلا زي الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه سمعهم حساس جدا جدا، فلما مدرستك تكون جنب سوق اللي حته جايه طب يفقدوا التركيز بتاعهم في الحصه، فبكون في كرايتيريا معينه. فدي دي ابسط الحاجات اللي ممكن اتكلم عنها، غير انه انت بتحتاج الاستاذ نفسه تدربه كيف هو يتعامل مع شخص يعني صاحب اعاقه. اذا كل مازن فيه ديسيبل تولت بالضبط كده. يعني في مشاكل كثيره جدا لما تيجي على مستوى التفاصيل تنفيذ الانكلوجن نفسه تحقيقه هو تشالنج كبير، يعني محتاج الناس تقعد بديتيلز وتشتغل عليه. فكرتنا احنا نشوف مدرسه نموذجيه نختار بمعايير معينه ونبدا نشتغل على تهيئ في البيئه بتاعتها من ناحيه هندسيه، من ناحيه بتاعت انفايرمنت، من ناحيه برضه بتاعت توعيه للطلاب، توعيه للاساتذه نفسهم، تدريب كيف يتعامل مع الكفيف، الاسره نفسها مش اسره الطالب الكفيف، اسره الاسره بتاعت الطفل المبصر. في واحدين عندهم نظره خاطئه يقول لك انا ولدي مش يقرا مع ناس مكفوفين، يعني في واحدين مرات عندهم الحاجه دي، يعني حاجات غريبه جدا الناس ممكن تستغرب منها، لكن في ناس بالشكل ده. في ناس لما يجي طفله كفيف يتولد له طفل كفيف بيكون عنده نظره سلبيه تجاهه، ودي اكعب حاجه بتمر بالاطفال المكفوفين نحن لاقيناهم، انه بيكون طوال الخمس سنين وست سنين قبل ما يجي المدرسه او المعهد بيكون قاعد منعزل، يعني ما في واحد بيديه تاسك بسيطه، يعني لو بدو خلوه لو بدو روضه ما بدو اي، ما في واحد يقول لهم افتح الباب ولا جيب لي كوبايه مويه، وكون نظره الام والابو خلاص ده طفل كفيف ده كده خلاص يعني ده غدر من الله وبتاع، في تصور خاطئ جدا. فلما نجيب ولد المعهد ده بضغوطات سواء كان من المجتمع او خلافه او اي حاجه، لما يصل ولد ده ويقدر يشوف ولده بعد سنه سنتين الدرجات اللي بيجي يجيبه والنجاح اللي بيقدر يجيبه نظرته بتختلف تماما، بالله ده ولد ده نفسه بيجيب في درجات زي تلقى بعد يتفاخر به يعني. فنحن دايرين من البدايه نشتغل مع الاسر الممكن هي تكون ان سبب في انه 75% من طلابنا مكفوفين خارج التعليم. يعني نشتغل معهم اول حاجه نعمل معاهم شغل بتاع التوعيه، انه غير في التفكير بتاعهم ونظرتهم لطفلهم صاحب الاعاقه ده ويقدر يخرطوه في التعليم. لما نيجي هنا في التعليم بقى لازم يكون في البيئه سواء كان من ناحيه بتاعت ادوات متوفره، من ناحيه بتاعت اساتذه متعلمين، من ناحيه بتاعت مناهج اللي كان بيتكلم عنها استاذ وائل، المناهج السودانيه ما بتراعي للاشخاص ذوي الاعاقات ان جنرال، فما بالك بالمكفوفين في حد ذاتهم يعني. وفي مواد كثيره جدا بتسقط من الطالب بتاع الطالب الكفيف اثناء الامتحان، يقول لك مثلا ما بيشيل الجغرافيا او بيشيل منه الامتحانات في الامتحان بيشطب السؤال اللي عنده علاقه بالخريطه وخلافه. فليه يكون كده؟ ليه ما المنهج نفسه هو يكون يعني كل المنهج لما تفتح الكتاب يقول لك انظر انظر انظر، يعني ده ابسط مثال ممكن اديك له. في جانب ثاني توفير الادوات في الكتب الصوتيه، وده واحد من المشاريع اللي شغالين عليها حاليا، وقدرنا الحمد لله نوفر او نسجل زي 80% من الكتب الصوتيه للاساس والثانوي قبل ما تقوم الثوره وقبل ما تيجي الكورونا. الان بنعمل يعني بنواصل في الشغل ان شاء الله، ونحاول ان شاء الله قريبا ننشر الكتب قبل ما تيجي الكتب الجديده. لكن الحاجه الكويسه بقى عندنا نحن غرف بتاعت عزل صوتي، دي من الحاجات انت بتحاول تعالجها انك ما بتعمل الحاجه بصوره، عارفين المنهج السوداني كل سنتين ثلاثه بيتغير، فعملنا غرف بتاعت عزل صوتي بنت داخل مكاتب المنظمه، والمتطوعين بيجوا باختيار الاصوات نفسه كان بيمر بطرق معينه، يعني انت عشان تسجل طفل كفيف ده ما اي شخص بيجي يسجل، يعني انا صوتي ده ما ينفع اسجل، صوتي ده ما جميل، صوتي ما مريح في الكتابه ولا في القرايه ولا نبرتي دي مريحه يعني. فكان الكواليتي بتمر بحاجتين، المتطوع اللي بيجي بيسجل لنا جزئيه بتاع الصفحه مثلا، وبيمر على الاستاذ ده بشوفه من النطق السليم وخلافه، بيمر على التسجيلات بيدينا الفلتر الاولى دي المجموعه الاولى الباسد، بيجينا طالب كفيف بيسمع التسجيلات دي بيقول يا اخي الاصوات المريحه بالنسبه لي 1 2 3. بعد كده بيجي الواحد ده نحن ندربه انه كيف يتكلم بالراحه، يكون بعده كم من المايك، يمسك الصفحه كيف يتكلم كيف وبتاع. فده كان كله تدريب عشان نحن بقدر الامكان نضمن الجوده النهائيه بتاعت الكتاب الصوتي اللي يطلع، لانه عارفين احنا الطلاب ذوي الاعاقات البصريه سمعهم حساس جدا جدا، وممكن هو يعني اذا انت صوتك جميل صوتك اذاعي ممكن يركز مع صوتك الجميل وينسى الكونتنت او الموضوع الاساسي انت بتتكلم عنه يعني. فالموضوع داير وزن يعني. عموما دي في حاجات كثيره وفي مشاريع كثيره شغالين عليها، لكن ما هنا نتكلم عن المنظمه، لكن بتكلم عن الوضع الان في السودان. نحن بنتكلم عن في مناطق فيها نسبه عمى كبيره جدا جدا لانه الناس بتتزوج في بعض،
ودي دائره التدخل يعني. حتى لما منظمات زي احنا منظمات ما شغاله في الجانب الطبي مثلا، لكن مثلا شغاله مؤسسه البصر لوحده ما كفايه، او مستشفى مكه برضو بتحتاج جمعيات طبيه تمشي المناطق دي تعمل اويرنس تشتغل عليهم، شغل كتير جدا. في انواع بتاع دعم ممكن تعالج بقطرات، وفي امثله كثيره جدا. اثيوبيا القريبه دي قدرت تشيل نسبه كبيره تقارب تصل 40% بس بقطرات، يعني انترفينشن بسيط جدا. ففي لسن لين كثيره جدا من الدول اللي حولنا نحن ممكن ناخذها يعني. الفكره الاساسيه نحن كيف ناخذ او دراج الاتنشن بتاع الكوميونتي بمنظماته تجاه القضيه بتاعت المخفين هو الاشخاص والعقل البصريه ان جنرال. كل واحد يخش بالحاله اللي بيقدر عليها. الناس القانونيين يخشوا في الحته بتاعت القوانين والتشريعات ويشتغلوا شغل بتاع المناصره، والناس اللي عندهم علاقه بالمجالات الطبيه يشتغلوا في المجالات الطبيه، اي واحد يدخل في المجال. طبعا ما حنقول الحاجه دي دور الحكومه ما دور الحكومه، الناس اللي بيتكلم الحاجه دي نحن ناس يعني عمليين، المشكله اوريدي موجوده، ما احنا قاعد نشتغل منو مشكله منو ولا بتاع، لا هي المشكله شنو سببها شنو ممكن نشوف لها حلول كيف. بعد ما نشوف الحلول بعدين احنا التغيير ده متدرج يعني. استاذ وائل بيشتغل على مستوى السياسات ونحن بنشتغل على مستوى ارض الواقع، وكل واحد يخش في حاجه، والتغيير في الاخر هو يعني نتيجه تراكميه لافعال كثيره جدا، ما تغيير بتاع شخص واحد. انا حقيف لغتين، ولا اذا في اي اسئله بيكون كويس لان ممكن اتكلم بالصباح يعني. يا ريت توري الناس يا ابو العباس كيف الناس ممكن يساعدوا في الجهود بتاعت المنظمه. خدي لو رجعت لنا الويب سايت وعملت شير لشايف انه في ناس ممكن يعملوا دونيشنز، عندكم حساب في بنك الخرطوم، الحاجات دي مهمه جدا لانه احنا دايرين نساعد برضو يعني. أيوه. ما دايرين من بعيد نتفرج. طيب دي البيانات بتاعتنا بتاع التسجيل او بتاع التحويل الدونيشن لبنك الخرطوم. وفي نفس الوقت عندنا عاملين شبكه اللي هي الصوره اللي فوق مكتوب عليها شبكه قصص امل العالميه للمانحين. دي معموله في كذا دوله والان بنحاول نكبر فيها في الدول الثانيه. ببساطه عندنا اوفيسرز او يعني كوردينيترز موجودين في كل دوله بيجمعوا مساهمات الناس سواء كان شهريه او اسبوعيه وخلافه. طبعا لانه مشاكل كبيره جدا بتواجه منظمات المجتمع المدني او المنظمات الغير ربحيه اللي هي الريسورسز نفسها عشان تقوم نفسها، يعني الاوبريشن كوست بتاعتك نفسها عشان انت تغطيها من ايجار من خلافه انت بتحتاج اصلا كوست. عندنا مشاريع كبيره مموله من جهات كبيره، لكن الجهه دي مشكله كمان ثانيه يعني. الجهه الكبيره دي بتقول لك انا ادفع لك مرتب، طب انا عندي مشروع كاتب لك بالملايين يعني بالاف الدولارات، مئات الالاف من الدولارات، والمشروع ممكن يستمر سنتين ثلاث سنين. طب المشروع ده حيكون القوى البشريه منه يعني؟ هل حيكون قائم على المتطوعين؟ فالحياه غريبه جدا يعني. يقول لك نحن في بند بتاعنا ما بنقدر نضمن لك، ما بنقدر نديك قروش لمرتبات. طيب يعني انا حقوم المشروع كيف؟ فدي بتكون في مشكله كبيره جدا. دائما المشروع بيكون ما يقدر تتمه في الزمن المناسب، بيكون دائما في مشاكل بتاع التجيف وتبدا وفي جوطه كثيره كده. فبنحاول نحن نصل للمرحله بتاعت انه يكون عندنا يعني سيلف يعني فند عن طريق النتورك بتاعتنا، وعلى المانحين الثانيين ممكن نحول عن طريق البنك سيستم، انه هما نقدر يكون عندنا مقرنا اللي هو الان موجود، نقدر ندفع الكوست بتاعت المقر، ما يكون عندنا هيدك بتاع كل شهر عن نجيب المرتب من وين بتاع. يكون عندنا الناس ديديكيتد عشان يشتغلوا. الان احنا مثلا مشروع المكتبه الصوتيه مستهدف ننزل الصفحه شويه تحت بس عشان باقي المعلومات. ايوه بنك الخرطوم ده حاجه من ام بوك ممكن الزول يحول، مش كده؟ طبعا ايوه موجود. طيب الحاجة تبقى سهلة جدا جدا انه نحن نكون ما شايلين هيدك بتاع الاوبريشن كوست. المشاريع الضخمة مثلا زي المكتبة الصوتية المستهدفة بيها كل ما يكون في السودان ده شغل تقيل جدا جدا، محتاج ناس تمشي على ارض الواقع وتسافر وتجمع داتا وتشتغل، فده برضه بيحتاج موارد، بيحتاج ناس تكون ديديكيتد للحاجة دي، مش واحد يجي متطوع سنة وساعة ساعتين في 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 اسبوع. فدي من الحاجات الهيدك الكبير جدا جدا بتواجه في المنظمه. وعندنا مشاريع كثيره جايه ان شاء الله في السكه يعني حنعلن عنها، لان لسه يعني في مرحله التخطيط، بنعتمد انه نجيب الداتا اول ونعالجها حتى نشوف انه ده مشروعنا وده الكوست بتاعته وخلافه. فان شاء الله المنظمه في السودان على المنظمه الان موجوده في كندا، ان شاء الله احنا قاعد نشتغل مع بعض عشان نشيل بعض في الجانب بتاع الاوبريشن، الجانب بتاع توزيع اللود، اذا الناس في السودان مضغوطين، النت قاطع في السودان، ده اللي يكونوا شغالين يعني، ان شاء الله بكون في الباك اب ده. في نفس الوقت بنحتاج الكوميونتي، هو عنده دور كبير جدا جدا نخش في الحياه. بنتمنى انه مؤسسات الدعم الكبيره جدا، مكاتب بتاعت المسؤوليه المجتمعيه الموجوده في الشركات الضخمه، تقعد تبدا تفكر في قصه انه انت كيف ما بتدعم اوبريشن كوست. يعني انا حقوم لك المشروع كيف يعني؟ كيف ما تدعم لي مرتبات ولا زول يجي هاف تايم يعني بار تايم يعني الحاجه مثلا اذا كندا، انت هنا في كندا احنا كتبنا بروبوزل في المبالغ الضخمه والمشروع الضخامه دي، وقلت انت ما في بند كده بتاع يعني
في ثلاثة أنفار ديديكيتد للمشروع ده. They will question you يعني يقول لك أنت هتعمل الحاجة دي كيف؟ You are not qualified enough إنك تعمل حاجة دي بدون متطوعين ساكنة موضوع مقوم. فبتلقينا اختلاف المايند سيت هنا، بقول لك لازم تكتبها لي، ويقول لك أقل حاجة مثلا ما تفوت 3% و5% بيعتمد. لكن في السودان مثلا دي واجهتنا كثير إنه ما بيدفعوا لك نهاية في الحياة دي. فمشاريع زي المكتبة الصوتية مشروع ضخم جدا وتبنت له غرف تعد عزل صوتي، لكن على مستوى الأوبريشن بيكون عندنا دائما تعبانين، فلان ما في طيب فلان ستريم بلدر، وبتحاول أنت تعمل سيستم بتاع إنه الحياة تكون سستينبل. في أي لحظة الدكتور أنور ده سافر، الدكتور أنور ده اتزوج اختفى، يجي زول تاني يكون مواصل في الحياة دي. فالمشروع بياخذ زمن اطول، انت بتخش في احراجات مع الداعمين والمانحين، بتخش في مشاكل كثيره جدا جدا. دي ما مشكله بتواجه المنظمه بتاعتنا بس، دي بتواجه كل المنظمات في السودان. اتمنى حتى الحكومه هي ممكن توفر بعض الـ يعني التشريعات في الحته دي، يعني لانه قانون العمل الانساني ذاته تقريبا في السودان، ودكتور وائل ممكن والاستاذ وائل ممكن هو يعني يفتي في الحته دي، هو ذاته يعني مشكل لنا عقبه في الحته دي، يعني انه ممنوع انك تقدر تعمل مشاريعك الخاصه بتاعت المنظمه انها تعيد لها دخل. يعني مع هذا زمان كان بيكون في اكسبشن للمنظمات بتاعت الحكومه الزمانيه يعني. طيب سؤال، الموتيفيشن بتاعك شنو دخلك انت في القصه دي اصلا يا ابو العباس؟ ودايرين برضو نشوف معاك، عندك اثنين زملانك تقريبا موجودين هنا في الجلسه معانا، يا ريت لو فتحوا لنا عشان برضو الناس تعرفهم. منو معاك ابو العباس في الجلسه دي برضو من المنظمه؟ معايا احمد بابكر والوالده، طبعا هو بيل قال اسمه امه يعني استاذه تهاني اللي هي دي والدته يعني. الله رحنا بيكم والله. دي من الاسره نعم. بعد سؤال لي ابو العباس وبعدين نمشي لاستاذه تهاني واحمد. طيب جميل. والله اخي في ناس كثير سالتني موتيفيشن شنو، لكن انا لما دخلت في الموضوع اول حاجه دخلت بصوره يعني منطقيه بحته، يعني انه في عجز كبير جدا موجود في العمل العام، ده خلاني اشتغل عمل طوعي في المقام الاول. ولما جيت اعمل المنظمه بتاعتي لانه انتبهت انه الشغل الفردي كافراد متطوعين نمشي المايقومه نمشي المسنين والمسنات ما بيعالج قضيه، لازم الحياه تكون بصوره مؤسسه ومدروسه وتقدر تدي اثر كبير على الاقل نقدر ننتقل من مربع الف لباء وكذا. الشغل الطوعي الفردي جميل، لكن على 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 مستوى التغيير الكبير شويه اثره ضعيف يعني. لكن بعد ما دخلت في الشريحة بتاعت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، واللي هذا كان قرار برضه هو منطقي إنه دي شريحة في الوقت ده ما فيها منظمات كثيرة شغالة، فنحن نوجه يعني جهودنا كلها في حتة واحدة ونقدر ناخد المجتمع كله نوجهه تجاه القضية دي. لكن بعد ما اشتغلنا معهم ويبقوا أصحابنا وأخواننا وبنمشي زواجاتهم وأفراحهم وأتراحهم، الموضوع بقى يعني دهنا يعني كويس. فالموضوع بقى مختلف من انه عمل يعني، وبنجي نقعد وشغل مشاريع وشغل بروفيشنال جدا، لكن برضو يعني بنتعامل معهم على انهم اخواننا واحبابنا. وصراحه لما اشتغلنا معهم لقينا فيهم كميه من الناس اللي عندهم مهارات، سواء كان مهارات في التمثيل، مهارات في الغناء، مهارات في الموسيقى، وبتلقوهم الان موجودين يعني بيكونوا كبار جدا وبتصوروا، بتلقاهم فلان طلع مع حسين الصادق يصور عمل لي تاك في فيديو، فلان بيقع يعمل حفلات وين. فانا متابعهم زي كانوا اطفال معانا في المحل الزمانك يعني، وشايفينهم كل مره. حضرت معاكم فطور رمضان؟ ايوه شفت الحفلات والحاجات دي. هاي شفت الربات، حاجه جميله روعه روعه. أيوة. فهم ناس تالنتد جدا جدا، وبس محتاجين رعايه بسيطه يعني، وليس رعايه خاصه يعني، داري حبه رعايه. فدي الحاجه بنحاول احنا ان شاء الله نعمل فيها يعني. تمام. انتوا بتحاولوا تكونوا البيرنتس من الطبقه الوسطى العليا المتعلمه اللي هتجيب لنا وائل عمر عبدين في على مستوى ذوي الاعاقه البصريه. طيب ان شاء الله رحب باستاذه تهاني وابنها احمد. تفضلوا استاذ، تفضلوا. والله انا الليله يعني مبسوطه شديد انه اتكلمت معاكم، وبالذات سمعت للاستاذ وائل وقصته الملهمه، فيعني ان شاء الله نحن نكون في المستوى يعني. الله يديك العافيه. يا ريت تعرفينا بنفسك بس وخلفيتك والموتيفيشن. والله يا ما يعني يعني ما ما اعرف اقول شنو. بس طبعا احنا ده طلعت من بدري من السودان، كنت بقرا في المغرب قبل 30 سنه ولا حاجه بالشكل ده، ولينا مدة هنا في كندا كم 20 سنة، و فحاولت أتواصل مع أستاذ أبو العباس وكده، وكانت يعني
يعني كان نشاطي الطوعي يعني متفرغ كده، يعني ما كان في جهة حاجة معينة، فهو بالنسبة لي القادني في إنه أمشي في الاتجاه ده القصة بتاعت أبو العباس، أستاذ أبو العباس. أنا ما أستاذ، لكن أوكي أستاذ تهاني. أستاذ تهاني دي المستشار القانوني بتاعنا، لأن هي عندها يعني خبرة ممتازة جدا في القانون، وهي ما أشوفها كده مسكينة متواضعة، لكن يعني قانونية يعني متمكنة يعني. زميلتنا يعني. ايوه لا لا كيف نحن بنزعم المجال بتاعك شنو في القانون يا استاذ هاني؟ انا قريت قانون عام، وده قريته في المغرب وكده، وجيت عملت حاولت اعادل الشهادات او حاجات زي دي لما جيت هنا في المغرب عام، لما جيت هنا في كندا حاجات زي دي، لكن يعني ما اشتغلتها، ما مارست المهنه يعني بصورة زي ما عمله أستاذ وائل. ممتاز. طب أنا أحمد بابيكي، أنا ذاته يعني أنا أساساً اتخرجت هندسة كهربائية، وذاته بس المسائل اللي أنا شفتها يعني من ما تكلمت مع يعني أمي في المسائل، كنا عايزين نشوف اتجاه يعني نشتغل فيه ونمارس كله يعني حاجاتنا يعني لو يعني بتكلم براحتك يعني بالحاجه اللي بتقدر تعبر، بس والله بس جات لنا يعني فكره كيف يعني نساهم بصوره ممتازه، يعني بصوره يعني ذات المساله تكون ما بس يعني متفرغه بكل يعني اماكن مختلفه. نايل من ذاته لقينا ابو العباس بالصدفه وتعرفنا على تاريخه وذاته اشغاله أفكار وذاته وذاتهم طبعا مشاغله الفاتت الماضية وما زال يعني مستمر في السودان، ونقول خلاص إذا ممكن المسألة نفتح حاجة ونعمل شيء في كندا، يعني نستعمل كل الحاجات الموجودة، ما بس العلم لكن كل الريسورسز الموجودة لنا، نحن يعني ممكن يعني نساهم بصورة أفضل وكمان أكثر من ما يعني الموجود حتى ممكن نكون في السودان يعني. وفي النهاية في المثل قلنا نعمل شوية، نبدأ نشوف الناس يعني شوية الناس اللي يعني interested يعني ذاته يشاركوا معنا يشوف، بس شوية بدينا، وبعد كده بقت يعني مثلا بقت من فكرة بقت مؤسسة، بعد كده مؤسسة بقت يعني مشاريع وكده، كله طبعا بالتعليم وذات وال كل النصائح بتاع أبو العباس اللي عنده الخبرة في المسائل. أوكي شكرا جزيلا، يعني صراحة سعيدين جدا إنه شباب زي أحمد، ناس اتولدوا في كندا وتربوا في كندا وتعلموا في كندا، بيساهموا حاليا في مشاريع لها علاقة بالبلد ولها علاقة بالفئات الأضعف المحتاجة مننا كلنا دعم وسند. في واحدة من الحاجات أبو العباس أنا أشير لك عليها، نحن يعني في بيتنا الجديد اللي اتبنى في السودان مجموعة من الشباب شاركنا مع بعض وعملنا بناية واحدة، فواحدة من الحاجات اللي اصريت عليها انه المدخل بتاع البناية لازم يكون فيه زي مزلقان كده بحيث انه يدخل الناس اللي هم عندهم اعاقة حركية يعني. نعم. فالوعي بتاعنا بانه والله حوالينا السراوند فيه ناس عندهم مشاكل بتاعت اعاقة حركية، اعاقة سمعية، اعاقة بصرية، بتخلينا نعمل حاجات باي ديزاين. صحيح. هاي بيسوقني للحتة بتاعت انه شنو التدخلات اللي ممكن تدعمل على المستوى بتاع التشريعات، وعلى المستوى بتاع انه الناس نفسها تتدخل في الديزاين. الديزاين واحدة من الحاجات المهمة جدا، وائل ذكر في البداية انه التعليم بتاعنا مصمم والمباني والبتاع للماجوريتي ما للناس الماينوريتيز. صحيح. ده جزء مهم جدا من بس عندنا. السودان ده فيه كود هندسي اصلا، في كود سوداني للبنى ذاته، وده هل في ناس اوير بحاجه زي دي انه في كود ما اي دونت ثينك انه في كود سوداني للبنى اساسا، كود هندسي سوداني كده ما في حسب علمي يعني. نحن بنطبق كود، افتكر الكود المصري. تمام. في اميره هنا رفعت يدها، لو عندك اي معلومه تفضل يا اميره، يا ريت تعرفي نفسك.
مساء الخير عليكم كلكم. النور. وشكرا لاستاذ وائل وابو العباس وكل القصص الملهمه شديد. يعني بجد انتوا افتكر ممكن تقولوا زي ما بيقولوا اصحاب الهمم الممكن يعني يدوا باقي الفئه دي دفعه قويه في السودان. انا عايزه احكي تجربتي. انا اسمي امير عبد الرحمن الاسيوطي، انا بشتغل في منظمه دنماركيه اسمها International Aid Services، بننفذ مشروع في جنوب كردفان في الدلنج اسمه دمج الأطفال ذوي الإعاقة. المشروع هو تقريبا بادي من 2009، هو بدأ as a pilot project من 2009 ل 2013، بعدين بيجا بروجرام من 2016 لغاية حسة. من ضمن يعني الاكتيفيتيز بنعملها، بنعمل تأهيل للمدارس عشان تكون مدارس دامجة، بنعمل فيها الرامز، بنعمل فيها المقابض في الحمامات وفي المنحدرات ذات اللي بتأدي للفصول. بنعمل تأهيل برضو لبنينا جوا المدارس مراكز بتاع التقييم ومسح للأطفال من ذوي الإعاقة في المنطقة. دربنا معلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في كادوغلي، دربناهم على انه يكونوا انكلوزيف تيتشر، اللي هو المعلم الدامج اللي هو بياخد تدريب في حاجات كثيره من ضمنها الكلاس روم مانجمنت، انك كيف انك تدير فصل بيكون فيه كل الفئات. ومن ضمن المعلمين برضو دربنا معلمين في الاسسمنت، في انه كيف تقدر تقيم الطفل والإعاقة درجة بتاعته حتى يعرف على نوع الإعاقة. وعجبنا حتى خبير من برا، هو دربهم على اللغة على السكول مانجمنت، ودربهم برضو على التقييم، برضو بيتدرب على لغة الإشارة ولغة برايل. وعندنا قصص نجاحات كثيرة جدا في المشروع ده بالمناسبة. من أهم الحاجات اللي عملناها كان إنها توعية المجتمع هناك بالإعاقة نفسها، بأهمية الإعاقة، بأنك أنت طفلك ده مفروض تطلعه برا البيت لأنه هو عنده حقوق، من حقه مجانية التعليم، من حقه مجانية العلاج، من حقه أنه يكون يدمج في المجتمع. فأنا بفتكر أنه إحنا مشينا خطوات كبيرة جدا. هو فعلا الفهم زمان صحيح، الفئة بتاعة الأطفال ذوي الإعاقة، خلينا نبدأ من الأطفال ذوي الإعاقة، وبعد ذاك الكبار من ذوي الإعاقة، هي كانت فئة زي ما بقولوا مهمشة أو منسية أو ما يعني ما included في كل المؤسسات أو في كل التشريعات. لكن أنا بفتكر الآن في خطوات، ممكن نقول على خطوات خجولة، لكن الوعي العام بدأ يتغير بالنسبة للمفهوم بتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان. يعني من ضمن الحاجات اللي إحنا عملناها إنه بدينا نتواصل مع الحكومات، الحكومة مع وزارة التربية والتعليم، بدينا نغير في السياسات. هو طبعاً السودان وقع على سياسات كثيرة بالنسبة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من ضمنها حقوقهم في التعليم وحقوقهم في الدمج. لكن شنو كانت دي من المشاكل اللي كنا بنلاقيها؟ إنها ما مفعلة. يعني هو السودان وقع على كمية البروتوكولات، حتى من قانون حقوق الطفل 2010، لكن ما مفعله. فدي من الحاجات اللي احنا برضو في المشروع بنعملها، انها نحاول انه نفعل هذه التشريعات ونغير فيها. فاحنا افتكر احنا بدينا ننجح في حاجه زي دي. الحاجه الثانيه اللي احنا برضو دخلنا فيها انه بدينا، هو في بالمناسبه في بيلدينج كود، في كود البناء موجود بالنسبه للمدارس وبالنسبه للمؤسسات. ده كود هسه افتكر اتوقع عليه زي سنتين، لكن برضو ما مفعل، اللي هو بيلزم أي مؤسسة حتبني أي بناء جديد من 2016 وانت طالع، إنه أي بناء جديد ملزم بالنسبة لهم إنه يكون المبنى accessible أو يكون مرحب ويكون إنه سهل الدخول إليه، واللي من المدخل البرة إنه لازم يكون في المنحدرات، الحمامات، إنه لازم يكون مثلا في المؤسسات يكون في شخص بيعلم بيعرف رواد الإشارة، عشان لما يجي زول عنده الإعاقة السمعية إنه يقدر يعني يشرح مطالبه.
ضمن الحاجات. فأنا بفتكر إنه في تحركات بدت، أي نعم تحركات خجولة، لكن بدت ال 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 كل الجهات في السودان تلتفت لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الأطفال ذوي الإعاقة. من ضمن نجاحاتنا برضو أنا بفتكر إنه المشروع في جنوب كردفان في الدلنج، هو إحنا بننفذه في الدلنج تحديدا، يعني عملنا خطوات ناجحة كثيرة. يعني تواصلنا الدائم مع وزارة التربية والتعليم خلانا لغاية الآن تقريبا ألزمنا إنه الآن إحنا بصدد إنه وقع معنا اتفاقية تانية، إنه أي منظمة أو أي مؤسسة عايزة تجي تعمل تأهيل لمدارس أو ضمن مدارس لازم يدوها الكود البناء، اللي هو طبعا وزارة التربية والتعليم عندها كود بناء من ضمن المدارس، فإنه لازم يكون كود البناء ملزم في أي عقد أو كونتراكت بيتوقع مع الممول أو مع المنظمة اللي هتقوم بتمويل المدارس. طبعا المنظمات، في كمية من المنظمات وكلهم بيبنوا مدارس، اليونيسيف إذا كانت المنظمات المتحدة أو المنظمات الأجنبية أو الوطنية، لكن برضو ما في اعتبارية لأنه المدرسة تكون مرحبة زي ما بنقول أو تكون accessible بالنسبة لكل الأطفال. الهدف العام كان بتاع المشروع إنه التعليم حق لجميع الأطفال بمختلف فئاتهم، ما دارين نقول ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، يعني حتى دي إحنا بدينا ما نقولها، في إنه أي مبنى بيكون الأطفال هم هيكونوا يعني بيخشوا له أو بيستعملوه أو عندهم فيه أي منفعة شخصية لازم يكون accessible بالنسبة لهم، اللي هي طبعا ضمنيا إنه لازم تكون من ما هو يدخل، من ما يبدأ يخش هو يكون بيقدر إنه يوصل. من الحاجات الثانية اللي إحنا برضو we advocate for اللي هي بالنسبة للمناهج، بفتكر برضو مشينا خطوات كويسة، وإلى الآن بفتكر كل الجهات مشت خطوات كويسة بالنسبة للمناهج. يعني إلى الآن حصل تغيير في المناهج لغاية الصف السابع بالنسبة لمرحلة الأساس، بدأ في تغيير. بالنسبة للامتحانات برضو بدأ في تغيير، في إنه من بدري كل مدرسة بترفع عندها هي كم طفل عنده إعاقة سمعية أو بصرية. طبعاً هو اللي عنده إعاقة بصرية هو اللي بيكون عنده احتياج أكتر للمساعدة، فبيكون في مرافق له في الامتحان بيدوه زمن زيادة عشان يقدر يعني يجاوب. فأنا بفتكر إنه دي برضو خطوات كويسة جدا بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة اللي هم اللي قدام بيكونوا أشخاص ذوي إعاقة لكن بيكونوا مستقلين بحياتهم. الفكرة العامة في الدمج طبعا مش إنك أنت تطلع لي بروفيسير أو تطلع زول شاطر، لكن الفكرة العامة في إنك أنت في النهاية تكون مستقل بنفسك، في إنك ما تكون عبء على أسرتك، وبالتالي لقدام تكون عبء على المجتمع. برضو في قانون برضو ملزم لكل المؤسسات إنه لازم يكون في 20% من التوظيف للأشخاص من ذوي الإعاقة في السودان. فأفتكر دي خطوات، أي نعم هي ما يعني ما ساتسفاينغ، لكن بنقول إنها خطوات خجولة أو مشت إنه بدأ المجتمع في السودان يلتفت لهذه الفئة. برضو يعني بفتكر هي من ضمن كانت المعوقات الكبيرة طبعا التمويل بتاع التعليم. يعني التعليم حتى زمان ميزانية التعليم كانت 2% من ميزانية الدولة، فطبعا هم بالنسبة لهم ما بيعرفوا يودوها وين ولا وين، لكن برضو الفكرة العامة انت حتى المفروض 2% دي انت تكون ملزمة لك في انك تكون تغطي لك كل فئات التلاميذ بالنسبة للتعليم خاصة. يعني انت ما تقول 2% دي انا للمدارس يا اخي، طيب ديل ما حيعمل بالتعليم شنو كده. يعني حتى الفكرة السلبية دي هي بدت شوية تقل من زمان. انا مبسوطة جدا بانه بسمع بين مبادرات الشباب اللي في كندا، وانا بتمنى فعلا انه يا ريت تتواصلوا معنا او تتواصلوا مع كل المنظمات الشغالة في الشغل بتاع الدمج. والدمج طبعا هو ما اكاديمي بس، لكن هو دمج اكاديمي ودمج مجتمعي، اللي هو الدمج المجتمعي طبعا اهم من الدمج الاكاديمي، لانه الطفل لما يدمج في المجتمع طبعا eventually هو بعد ذاك بيقدر بعد ذاك يتاقلم على اي محيط مجتمعي، اذا كان في المدرسه او اي مؤسسه.
احنا فعلا بنحتاج للمبادرات زي المبادره بتاعت الشباب اللي في كندا، لانه بنحتاج للمعينات الاسيستيف ديفايسز اللي هي زي السماعات المسجلات والحاجات زي دي، الكراسي بالنسبه للاطفال اللي عندهم اعاقات حركيه. وبفتكر انه حتى لو عندهم مبادرات لقدام يا ريت ما تتركز بس على الخرطوم، يا ريت يفكروا في الولايات وفي المناطق البعيده، لانه انا بفتكر هم الاكثر حوجه يعني لاي مساعده زي دي. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا استاذ اميره، صراحه يعني very insightful يعني مداخله، ويا ريت تحطي الايميل بتاعك هنا في الشات على اساس انه استاذ ابو العباس وباقي الشباب كلهم. برضو في ناس في التعليقات في الفيسبوك يعني ابدوا زي استاذ شيرين كسباوي ابدوا استعداد لانهم يتطوعوا ويساهموا مع الناس، ودي حاجه كويسه. الكوردينيشن بين الشغل بيكون ممتاز بالذات في حاجه مثلا لها علاقه بالريسيرش ابو العباس، خصوصا انه استاذ اميره يعني دار اوبريتنج في ولايه خارج الخرطوم، دي حاجه كويسه. واهم حاجه يا اخوان الناس تو ريتش اوت، يعني يقولوا كيف ممكن اهلنا كلهم في الدلنج هناك، دي يعني حاجه كويسه انه شغالين في الدلنج لما انت تفكر بالحرب. وايل انا زول بتاع اي تي وابو العباس زول بتاع اي تي، انت ناغم على ناس الاي تي في شنو حاصل شنو؟ طيب شوف، طيب انا بديك من تجربتي، انا ما زول متخصص في الموضوع زي ابو العباس، تمام؟ انا زول مجرب. انا بفتكر ناس الاي تي لانه في حاجه بسموها الاو سي ار اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، صح؟ ايوه، الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن دي التعرف البصري على الحروف، دي هي كلمه السر اللي بتخلي التكنولوجيا هي اكسسبل بالنسبه للناس. طيب في حاجات كده بس سريعه كده ارجع لها في الكلام اتقال. اول حاجه انا ما دكتور، انا ما بي اتش دي هولدر، وما انترستد انه يكون عندي بي اتش دي للامانه يعني في باقي عمري بفضل الله ده كويس، فانا ما دكتور. طيب النقطه الثانيه، النقطه قالها ابو العباس مهمه جدا، يعني انا بتذكر انه والدتي والدي زمان ما عنده حاجه اسمها النزل ما بشوفه ولا يحزنون، تمشي الفرن تجيب العيش، تمشي تجيب اللبن، تمشي الجزر تجيب الخضار، اي حاجه نقش الحوش ذات نعمل اي حاجه، اوكي؟ وهي شغاله يعني ما بطلت شغل عشان اولادها عندهم مشكله بتاعت انه ما بشوفوا، يعني اشتغلت لحد ما نهايه السلم الوظيفي بتاعها، يعني الموضوع ده اجتهدت وما اثر في الكارير بتاعها نفسه، اوكي؟ فدي نقطه لازم الناس تاخدها في بالها، انه الموضوع لو اتعاملت معاه بطريقه معقوله ما بال الهياج العاطفي الشديد ده الحكايه ما يعني ما نجبل، كويس؟ في نقطه برضه ثانيه ابو العباس بيقول انه الناس بعينه للمكفوفين بالشفقه ولا المعاقين جنرالي، بالمناسبه انا في رايي عندهم حاجه ثانيه، هم الناس دي بعينه لك يا اما تبقى عبقريه شحاد، يعني ما زول طبيعي انت، يعني برضو بعينه لك كده واو، انت وان سنك بتعمل كده دي حاجة واو، ما واو انا زول عادي زي مجبور بس ما اكتر من كده، لكن يعني الافتراض يا ان تبقى بروفيسور يا تبقى شحات، كويس؟ ودي حاجة خطرة برضو الناس لازم يخطها في بالها. طيب في موضوع الاي تي يا دكتور انور ويا استاذ ابو العباس، اي تليفون سمارت حسي فيه اكسسبيليتي فيتشر، صح؟ اي صحيح، نعم. هسه يعني هسه انا بتليفوني ده انتوا تشوفونه، انا بكتب حسي في تويتر في الفيسبوك، مش بكتب من التليفون بتاعي ده، نعم. يعني اي تليفون بدون قروش اضافيه في فيتشر بتاعت اكسسبيليتي للناس اللي عندهم اعاقه بصريه، بس الزول بيعمل لها اكتيفيشن. في الايفون اسمها فويس اوفر، في الثانيات ديك انا ما اعرف اسمه شنو، تمام؟ اسمه فويس اوفر. فويس اوفر ده لما تشغله بيشتغل لك بالانجليزي وبالعربي اي لغه شغال بها سيستم، ده ممكن تكتب بيه اي حاجه، يعني الزول المكفوف ده بيكون بعد ذاك كونكتد بالدنيا كلها بكل الابس دي بتشتغل معه، تمام؟ بيكتب في كيبورد عادي زي باقي الناس العاديين. طيب الكمبيوتر اي، يعني انت تخيل يا دكتور انور
معلش يا استاذ وائل حقاطعك لان انا مضطر اطلع لاني شغال في البريك ده خلص ما انا اطلع وتلقاني ما في فجاه يعني فده حكون متابع باستماع لكن ما حقدر اشارك. ابشر تسلم معلش للمقاطعه واصل الله يديك العافيه. طيب الحاجه الثانيه يعني تتخيل اذا اي زول عنده قريب ودفنت لاي زول عنده قريب وعنده اعاقه بصريه حتى وهو من معارفه لما انت تجيب له تلفون سمارت او تلفونك اللي انت خليته ومشيت له ابجريد اديته له ده بالنسبه له مغاره علي بابا. طيب بالنسبه لاي طالب في مدرسه لو بقى عنده لابتوب ايا كان لابتوب وده قديم يعني جبنا لابتوبات سكند هاند ادينا لهم ويتنزل فيهم البرنامج بتاع الNVDA ولقينا عدد من الناس اللي تخرج من الاي تي يا جماعه في كم كليه في السودان ده بتدرس علوم حاسوب وكمبيوتر وكده امشي يدرسون الحاجات الاساسيه مايكروسوفت وورد لانه الشخص المكفوف او الكفيف ده ما بيستخدم الماوس. يا دكتور انا داير اشرح الحاجه دي للناس لانه الناس دائما بيسالوني بيشوفوا الحاجه دي حاجه غريبه شديد بيستخدموا الكمبيوتر بيستخدموا الكيبورد لوحه المفاتيح دي يعني بدل ما انت تكليك بالماوس في كوبي انسخ بتعمل كنترول سي بتعمل لك كوبي كنترول في بتعمل لك بيست يعني اي حاجه بيعمل الماوس ده في كومبينيشن في لوحه المفاتيح بتعمل لك الحكايه دي. طيب الحاجه دي لو نزلت للناس لو اي واحد بقى عنده كمبيوتر ده يكون عنده عالم كامل بيفتح الايميلات يعني بيعمل اي حاجه بتتعمل في الكمبيوتر almost يعني وبخش على الانترنت وبقرا الدوكيومنتس وممكن تحول الحاجه من PDF لحاجه accessible format بسوفت ويرز كثيره كويس. طيب في انا في تقديري الاشخاص المكفوفين ديل محتاجين تكون عندهم ميزات اضافيه على المنافسين لهم في سوق العمل عشان نكون برضو واضحين تمام؟ لأن أنت لو بقيت زيه زي الشخص المبصر أو السايتد صعب جداً أنك أنت تلقى شغل يعني لازم تكون يعني أحسن منه في حاجة أو بتتقن حاجة بطريقة أحسن. الحاجة اللي أنا في تقديري ممكن تميزك أنك أنت تكون كويس في السودان في اللغة الإنجليزية وفي الكمبيوتر. طيب اللغة الإنجليزية دي بتعمل لك إيه؟ هسي في موقع يا دكتور أنور اسمه بوكشير. نعم. بوكشير ده أمريكي هو أصلاً معمول على الناس اللي بيقول لك عندهم learning disability يعني عندهم مشكلة إنه ما بيقدروا يلقوا كتب في فورمات accessible بالنسبة لهم. آخر مرة أنا دخلت الموقع ده الموقع ده فيه أكثر من 600,000 كتاب 600,000 معمولة للمكفوفين 600,000 بتدخلها بالكمبيوتر بالسكرين ريدر بتاعك ده بيقرأ بالصوت ممكن ترجع تقرأ السطور الفات تقرأ كلمة كلمة تقرأ حرف حرف تقرأ select all. ها أنا مشير في الشاشة أسهل الموقع بتاع بوكشير. بوكشير ده للناس في السودان افتكر الاشتراك حاجة بسيطة أظن $9 في السنة ولا في حاجة بالشكل ده في كل المجالات يعني فيه كتب خرافية خرافية يعني لحد ناس هارفارد بزنس ريفيو بقرا من هناك الكتب بتاعتهم كويس. طيب الNVDA ده يا دكتور انا بدعو انه تتكون جروب عندكم ضخمه كده الناس المتخصصين في الاي تي بالنسبه للناس الفيجوال امبيرت في السودان لليون يعني تو هيلب ذم لازم يكون يعني يكون في ناس قادرين ينزلوا لنا الNVDA ده مجانا يكون الناس بيجمعوا اللابتوبات القديمة الدول الطلبة الصغار ننزل لهم فيها الصف المقررات بتاعت المدارس نخليهم نشوف اشتراك مع الأمريكان ديل ذاتهم للموضوع يعني $9,000 دي بشارك لها 1000 زول في السودان ديل بيقروا كتب بيكون مستوان رفيع بيقدروا تكمبيت في سوق العمل بطريقة ممتازة يعني بيقدروا ياخدوا سكيلز كويسة. طيب الناس بتاعنا الاي تي ديل أنا داير إنهم هم ياخدوا الليد ويحسوا إنه دي حاجة فعلا ممكن أو NVDA ده بالمناسبة open source الناس بتطوروا فيه في زول سوداني وكفيف برضو قاعد في اليابان اسمه البشير البشير ده شغال أنا عرفته بيعمل programming
بالسكرين ريدرز دي. يعني في كمية من الناس الفيجوال امبيرد themselves هم ذاتهم بروجرامرز يا دكتور في العالم. في ناس شغالين بروجرامرز في مايكروسوفت ذاته وهم مكفوفين وهم بروجرامرز. بس في السودان بالمناسبة أنا ما تفتكر إنه أنا حاجة متميزة، لا، في عشرات لو ما مئات الناس اللي أنجزوا إنجازات عظيمة جدا جدا في سنين كثيرة في السودان. العشر الأوائل في الشهادة السودانية ما كان بيخلو منهم زول مكفوف بالمناسبة. في أساتذة في جامعة الخرطوم هم كفيفين. يعني تخيل لو نحن العدد البسيط اللي أصلاً قاعد يخش ده جاء والعدد البسيط اللي بيخش التعليم وكده قاعد ينجحوا فيه الناس ديل، افتكر لو كل الناس السودانيين المكفوفين ديل قدرنا ندخلهم التعليم حيطلع علينا كم زول من الجسد. أنا من الحاجات اللي بذكرها لأنه أنا مشيت الكيفينينج، ما أعتقد إنه في دولة في العالم بتكون جابت ناس في منحة الكيفينينج مكفوفين أكتر من السودان. I don't think so. رغم إنه عدد المنح للسودان بسيطة لكن ما أفتكر. يعني أنا الناس اللي بعرفهم براهم يعني اثنين تاني بس في القانون بس اثنين من السودان جو. فأنت متخيل يا دكتور العدد ده؟ فدي بس مناشدة للناس المتخصصين في تقنية المعلومات وفي علوم الحاسوب عامة إنهم هم حوبتهم جات لأنه يقدموا اختراق ضخم جدا في موضوع الـ IT بالنسبة للناس اللي عندهم إعاقات بصرية. أنا بتذكر زمان يا دكتور اللي سمعته في البي بي سي بدري إنه في الكمبيوتر بقى فيه سوفت وير، في برامج بتقرأ للمكفوفين وكده، انبسطت جدا زمان. الكلام ده شديد يعني أكثر من 20 سنة. وبقيت أسأل الناس بتاع الكمبيوتر في السودان منه، فقاموا قالوا لي في بروفيسور مين كده في جامعة إيه بدون ذكر الأسماء، وده من أفضل 5 علماء في الكمبيوتر في العالم. طبعا نحن ذاتنا في السودان عندنا معايير برانا بنخد بهم. بلفة طويلة وصلنا للبروفيسور ده. فهو في الزمن ده قال الحاجة دي أصلاً ما في، وما اكتفى بها كده، قال ولا يمكن إنها تتوجد. قلت الكلام ده كيف؟ ولا يمكن إنها تتوجد. حسي أنت عشان تختار يا سوفت وير تشتغل به ذاته مشكلة بهم كثرتهم بجد. جات حوبتكم يا دكتور. طيب أنا أسف أثناء بتكلم معاك قمت طوالي بديت عملت جروب متفرع من مجموعة الباحثين السودانيين اسمه تقنية المعلومات لذوي الإعاقة البصرية. الجروب أضفتك فيه يا وائل، وأضفت أبو العباس، وأضفت وفي من مشرفين مجموعة الباحثين السودانيين، وأضفت مصطفى جعفر هو الأدمن الرئيسي بتاع مجموعة مختصي تقنية المعلومات، ودي معلومة فيها، دي مجموعة فيها أكثر من 8000. وبهنا بنعلم بأنه أخواننا أي زول دار يتطوع دار يسخر يعني مهاراته معارفه شبكته لتسخير تكنولوجيا لخدمة ذوي الإعاقة البصرية في السودان ممكن ينضم للجروب ده. وفيه إن شاء الله هنعمل الكولز ونعمل شير لكل هاخد العنوان بتاعه هنا في الشات. عليك الله يا دكتور، خدت لنا الموقع بتاع الـ NVDA N for Nevada V Vector D Delta A Alpha NVDA NVDA مش كده؟ NVDA تمام. أنا خدت الموقع ده وحاخد بوك شير برضو. أيوة بوك شير. أيوة كل التكنولوجيا والحاجات كل الناس تحاول تتشارك هنا. أبو العباس برضو زول خبير وعنده حاجة اسمها Freedom Scientific، دي شركة لكن غالية حاجاتها. أها اسمها Freedom Scientific، دي عندها softwares كثيرة منها المستخدم أنا ذات اسمه جوز، لكن NVDA ده مجانا و open source. تمام، الحياة دي كلها حنشيرها في الجروب على أساس إنه الناس
بالضبط. ممكن تشوف شنو الحياة الأوبن سورس الديفلوبرز، نحاول نكلم الشباب اللي هم يعني ذات السبيسيفيكيشن اللي بينزل فيها NVDA في الكمبيوترات شنو، عشان أي زول ممكن داير يتبرع بكمبيوتر يتبرع عينيا بالحاجات دي لقدام، يعني عشان نشوف الحاجات اللي بتنزل شنو. ممكن الناس اللي يقولون في حتة الحاجات دي بلك كده بتاع 100 كمبيوتر في شركة دارت تتخلص منه نجيبوها كلها، مش 200 كل الحاجات دي ممكن تحصل إن شاء الله. ونحن في المجموعة هنحاول إنه برضو نكلم الطلاب اللي هم في بيعملوا مشاريع التخرج إنه يوجهوها في الاتجاه ده. ممكن نكلم زملائنا الأساتذة اللي بيشرفوا على مشاريع بتاعت ماجستير سوبرفايزنج ولا كده، إنه يعني لو ما في موضوع، في ناس بيجي يقول أخوانا ادوني تايتل عشان أشتغل فيه، البحث التكميلي بتاعي ممكن نديهم حاجات لها علاقة، ويكون الجروب ده هو الهب إن شاء الله على أساس إنه الناس دي مساهمة كونتريبيوشن عظيمة. وافتكر شكرا لك يا دكتور ولمجموعة الباحثين السودانيين، وإن شاء الله فعلا هي تربط الباحثين بمشاكل البلد وبالإندستري كلها في البلد عشان يتطور، يكون في ربط للبحث العلمي بالصناعة وبمشاكل السودان. ممتاز جدا. هسه انا خديت المجموعه هنا في الشات بالنسبه للناس اللي دايرين ينضموا، ومرحب، وحطها برضه في الفيسبوك تحت اللايف ستريم بتاع السيشن دي. نرحب بالجميع، ونحن بيهمنا جدا نقطه ثانيه برضه بناشد انه الناس اللي بتاعنا الاي تي السودانيين الويب ديفلوبرز تحديدا لما يعملوا ويب سايت في السودان لازم ينشطوا كل الاكسسبيليتي فيتشرز اللي في الويب سايت. ممتاز ممتاز جدا جدا. برضو حاجة بتاعت الديزاين، أيوة. اللي يكون الناس يساعد عبر الديزاين بتاعي، انت استعمل ويب سايت اوريدي حتعمله خد فيه فيتشرز بتاعت اكسسبيليتي. المقصود بها شنو الفيتشرز بتاعت اكسسبيليتي؟ انه يكون سكرين ريدر فريندلي، هي عندها حاجات اصلا يعني السكرين في حاجات ما بيقدر السكرين ريدر يقراها، لكن انت يعني معظم الحاجات الجديده الويب سايت الجديده في ذاته حاجات بتاعت اوديتنج للاكسسبيليتي ذاتها، يعني في مواقع بتعمل لك اوديتنج للويب سايت بتاعك ده اكسسبل ولا لا. يعني نمشي اخش لي في موقع كله يكون حاجات ما اكسسبل، يعني كلها صور، الصور ذاتها انت ممكن تعمل فيها فيتشر. انا لما يجي السكرين ريدر ده عامل هافرنج فيها بيقرا لي مثلا، بيقول لي دي صوره بتاعت شخص واقف وراه شجره ما بعرفه كده، بيقرا لي انا ما يعني ما دي لاي زول، فهمتني؟ نعم. بيكون النافيجيشن فيه سهل، يعني في وحدات مكلكعات جدا ويب سايتس ما بتنفع نهائي في لكن حسي قلت شديد. احنا في السودان طبعا لسه الويب سايتس بتاعتنا قديمه قدهم تعبان شديد، لكن دي واحده من الحاجات هم ممكن ذاتهم تقدم سيلفز اباوت ات. طبعا كل الناس بتاعنا الاي تي تاني رجوعا ليهم، كل الكاش ماشين الشغاله في السودان دي فيها فيتشرز بتاعت اكسسبيليتي، كثير منها ما منشط بس بيخلوها ما بيعملوا لها تيك لما يجوا يشغلوها. الناس بتاعنا بتاعنا الاي تي ام دي ايوه يشغلوها برضو. ممتاز جدا ممتاز. دي بالنسبه للاوبريترز والادمنستريترز بالضبط. تاني في شنو حاجة يعني could be addressed على أساس إنه خدتها نحن في يعني the back of our heads على أساس إنه في فيتشر في الويب سايتس وال زي ما قلت لك وكيف نجيب البتاع دي، إنه الحاجات حتى اللي بتتعمل في soft copy generally تكون هي ذات accessible، ما أي soft copy accessible. ممتاز. في مشكلة برضو بالنسبه للغه العربيه في السكاننج جنرالي، هاي دي مشكله عامه بتاعت او سي ار يعني. ايوه اللغه العربيه في الاو سي ار ما متقدمه. نعم دي مشكله لو في شغل بحثي في الاو سي ار في اللغه العربيه بيكون حاجه ممتازه. نعم ممتاز جدا جدا. احنا اسيا اخذنا زي ما نقولوا النوتس تيكن وموثقه هنا في الفيديو ده ذاته. شكرا. واسي انا بشير الجروب بتاع حتى الموبايل اب ديفلوبرز السودانيين برضو تو ميك شور ان الموبايل ابس بتاعتهم اكسسبل. ممتاز ممتاز جدا جدا. دخلوا كل الاكسسبيليتي فيتشرز في الموبايل ابس بتاعتهم. ممتاز. طيب لو في اي مداخله ولا
ولا حاجة. أنا إحنا في الزمن بتاعنا مشى فوق الساعتين وشوية صراحة، من الكلام المفيد جدا ومن التجارب الملهمة. إحنا سعيدين بك أستاذ وائل، فخورين بك. خيرك الله يبارك فيك. وأستاذ أبو العباس كتر خيرك، والأخ التهاني وابنها محمد والأستاذ أميرة كتر خيركم كثير جدا جدا. ونحن سعيدين بأنه يكون يعني مجموعة الباحثين السودانيين بتزيد الوعي وبتدخل الناس، يكون في engagement يعني للمجتمع. دينا مجالات بحثية كمان برضو. نعم، دي نحن الباحثين دي حنكون out of business لو ما في مشاكل. المشاكل دي هالشغل نحاول نحلها. قوم من عند قوم فوائده. نعم، الله يديك العافية أستاذ وائل. دكتور على الاستضافة الكريمة، وشكرا لك، وشكرا على كل الباحثين السودانيين، ونحن منتظرين منهم كثير في كل المجالات. إن شاء الله إن شاء الله. ولسه كمان عندنا يعني الجزء الثاني اللي هو بتاع البوليسيز والبوليتيكال ساينسز وكذا، وإن شاء الله بأمل إنه يكون مجموعة الباحثين السودانيين في العلوم السياسية تحديدا، لأنه أفتكر في السودان في مشكلة في غياب للمختصين والباحثين في العلوم السياسية، ومخلين الهرجة للحصة في السودان دي ما عندها ضابط ولا رابط، الناس بتقول في كلام فاضي عجيب. نعم، فنحن محتاجين نقعد مع الباحثين عديل، نقعد المفاهيم ذات الأساسية للعلوم السياسية في البلد دي ما موجودة أصلا. نعم، فأنا متبرع إنه لقدام لما نجي يتكلموا برضه أنا أتكلم from a practitioner's point of view، وهم يتكلموا from a researcher's point of view. إن شاء الله. الله يديك الصحة والعافية أستاذ وائل وجميع الناس تتابعوا عبر ال. شكرا جميعا، شكرا لكم والناس الشاركوا. وإن شاء الله حد ما نلتقي في لقاء قادم، دمتم في رعاية الله وفضله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك.